بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال. النهاردة الحقيقة جولتنا هي الأهم هذا الموسم، كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، الأهلي والزمالك في النسخة 30، يمكن 29 نسخة تم أو اتلعبت قبل النسخة 30، منهم 5 مرات تم إلغاء البطولة، إذن لعبت 24 مرة على مدار التاريخ. فاز بها النادي الأهلي 2 مرات، فاز بها النادي الزمالك 7 مرات، وأكثر نادي أفريقي حصولا على هذا اللقب هو مولودية الجزائري ب9 ألقاب. إن شاء الله نتمنى اللقب اليوم يكون أهلاوي ويكون هو اللقب الثالث. بطل هذه النسخة سيشارك في السوبر جلوبال أو بطولة العالم لكرة اليد، واللي هتقام في المملكة العربية السعودية زي العام الماضي ما أقيمت في الدمام وحصدنا على المركز 4. إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهاردة. المباراة ستقام في تمام الساعة 7 على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة. هذه الصالة استعدت وتزينت لاستضافة 4 بطولات، كأس السوبر الأفريقي رجال، كأس السوبر الأفريقي سيدات، كأس الكؤوس الأفريقي رجال وسيدات. إن شاء الله نتمنى أن الصالة هذه الأيام تشهد إن شاء الله بإذن الرحمن 3 بطولات، لأن السيدات مش هتشارك في كأس السوبر الأفريقي. ولكن الحقيقة قبل ما نروح لمباراتنا فنية وتحليليا، زي ما تعودنا مع ضيوفي في الاستوديو التحليلي، الحقيقة لازم أبارك لفريق كرة القدم والجمهور النادي الأهلي الكبير بحصول النادي الأهلي على كأس السوبر اللي النهاردة منورني في الاستوديو، كأس السوبر لكرة القدم بعد الفوز على نادي بيراميدز يوم الجمعة الماضي. 1000 مليون مبروك، فوز غالي علينا الحقيقة في النادي الأهلي، ويمكن ده اللقب 13 للنادي الأهلي كأكثر نادي حصولا على هذه البطولة. أكيد بطولة توقيتها مهم جدا وانت داخل على قبل نهائي بطولة أفريقيا وداخل على مرحلة الحسم في الدوري، إذا أنت كنت مهم جدا تحصد هذا اللقب، أكيد لأمور كثيرة معنوية أكيد هتنعكس على الفريق بشكل كبير. كنت أكيد طبعا مكسب زي ده أسعدنا كلنا، الأداء الرجولي أسعدنا أكتر وأكتر. الحقيقة المنظر جمهور النادي الأهلي العظيم اللي ملا أركان الملعب في كل مكان وفي الشاشات في كل مكان، الحقيقة ده كان أكبر فرحة لينا يوم الجمعة. أكيد 1000 مليون مبروك، ونتمنى إن شاء الله حصد المزيد، ونتمنى بطولة أفريقيا الفرحة الكبرى ثم الدوري بإذن الله بعديها، وتبقى سنة بإذن الله سعيدة على فريق كرة القدم، ويعني يفرح جماهيره العريضة عبر العالم العربي والأفريقي والعالم كله. الحقيقة كمان قبل ما أروح للمباراة، زي ما تعودنا فنيا وتحليليا، امبارح بالليل كان هناك حفل نظمه موقع تتويج للكثير اللي ما يعرفش عنه، أن موقع تتويج هو أكبر موقع مصري مختص في الألعاب الأخرى ما عدا كرة القدم. كل الألعاب الفردية والجماعية مختص فيها، ودايما بيكون سباق بالأخبار الحصرية بيسبق كل المواقع الحقيقة في أخباره، لأنه متخصص في الحتة دي. بس موقع تتويج للسنة الثالثة بينظم حفل أو بيعمل زي استفتاء قبل الحفل، طبعا ذا بيست أو الأفضل في الموسم السابق. اتعمل حفل كبير وعمل استفتاء كبير على عبر موقعه على الإنترنت، الاستفتاء في أحسن لاعب فردي، أحسن لاعيبة فردية، أحسن لاعب جماعي، أحسن لاعيبة جماعية، أحسن لاعب ناشئ، أحسن لاعيبة ناشئة، أحسن لاعب عربي. كل الاستفتاءات دي اتعملت على صفحته، بيبقى نتيجة الاستفتاء بتبان يعني في شهر إبريل مايو، والحفلة بتكون في مايو زي كل سنة. دي كانت النسخة التالتة. الحقيقة النادي الأهلي شاهد العديد من الكؤوس أو عديد من التميز، دي لقطات من الحفل امبارح واللي أقيم في أحد يعني الأوتيلات في مدينة القاهرة. خليني أقول لحضراتكم إنه النادي الأهلي امبارح كان ليه الشرف إنه لاعبين يعني كثيرين منه حصلوا على كؤوس. يعني عندنا عمرو الجندي حصد أفضل لاعب جماعي، عندنا زينة العالمي لاعبة الكرة الطائرة سيدات حصدت أحسن لاعبة جماعية، وجانا الألفي أو جانا الألفي اللي حضراتكم شايفينها في هذا المقطع مع والدها إيهاب الألفي حصدت على أحسن لاعبة ناشئة. الحقيقة كان لينا برضو يعني سبق كبرنامج الأبطال، وهو تكريمي أنا شخصيا هيثم السعيد كأفضل إعلامي في الألعاب الأخرى مناصفة مع الإعلامية نيرة الأحمر. الحقيقة أنا عايز أتوقف هنا كثيرا، يعني أنه أكيد تكريمي أو يعني اختيار البرنامج الأبطال أو اختيار هيثم السعيد ده جاء نتيج جهد كبير واستمر لسنوات من عمر هذا البرنامج. يمكن قناة النادي الأهلي كانت أولى القنوات اللي منذ افتتاحها يعني حددت وسمت برنامج الألعاب الأخرى. تغير اسم البرنامج عبر الزمن
من اسماء كثيره، تايم اوت، الابطال، العاب الصالات، ملوك الصالات. مر البرنامج بمراحل كثيره ولكن الفكره ثابته، وهو برنامج مختص بالالعاب الاخرى. الحقيقه قبل ما اقول التكريم ده تكريم لمين، لازم الاول الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اكبر داعم للالعاب الاخرى في النادي الاهلي، هو والمجلس بالكامل طبعا. ولكن الكابتن محمود الخطيب اشار في يعني لقاءات عديده انه النادي الاهلي بيحتضن الى 19 لعبه، ما كان برنامج الابطال وما كان هيثم السعيد ليكرم او يتم اختياره كاحسن اعلامي في الالعاب الاخرى لو ما كانش عندنا ابطال، لو ما كانش عندنا فرق رياضيه بتنافس في كل المجالات. وهو ده رسالتنا، فاذا النادي الاهلي هو الاساس، النادي الاهلي هو اللي احنا بندور في فلكه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كل الشكر. ليه؟ لانه ادانا الفرصه ان احنا نغطي هذه الالعاب والمليئه بالابطال. واكيد طبعا المجلس الاداره، وعمره ما هننسى كمان نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير العام فاروق، وهو الداعم باستمرار للالعاب الاخرى في كل مكان وفي كل زمان. هنروح بعد كده لاداره القناه. اداره القناه الحقيقه اللي ادت مساحه كبيره جدا للالعاب الاخرى، واكيد حضراتكم لابسين ده، لامسين ده بشكل كبير، مش بس التغطيات ولكن حجم المباريات التي تنقل وحجم التغطيات اللي حضراتكم يعني اكيد لمسينها عبر الوقت وبتزيد يوم بعد يوم. في البدايه بحب اشكر طبعا المهندس سيف الوزيري الحقيقه اللي داعم كبير جدا للالعاب الاخرى، ومفيش اي حدث مهم للالعاب الاخرى لما بيكون موجود وبيشارك في تنظيمه او بيشارك في فعالياته. طبعا اكيد مش هننسى دور العميد مرجان، سياده العميد مرجان احد اكبر الداعمين كمان، واللي هو ينتمي لاسره الالعاب الجماعيه. عمرنا برضو ما هننسى الكابتن اسلام الشاطر الحقيقه من اكبر الداعمين في قناه النادي الاهلي للالعاب الاخرى. الاستاذ ايهاب الخطيب الاخ، ويعني والاخ يعني مش عايز اقول الصديق، من اكبر الداعمين استاذ ايهاب الخطيب ايضا للالعاب الاخرى. اذا هنا قناه النادي الاهلي ادتنا المساحه، النادي الاهلي ادانا الابطال، قناه النادي الاهلي ادتنا المساحه اللي بيها الحمد لله قدرنا نعمل طفره كبيره للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي في تغطيه الالعاب الاخرى، واكيد دي حاجه تسعد جماهير النادي الاهلي. الحقيقه كامله الابطال زي ما حضراتكم شفتوا موجوده في الحفل امبارح وغطيناه بشكل كامل، وصورنا تقرير مع كل ابطالنا ومع فعاليات الحفل. خلينا نطلع للتقرير ده وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوف الاستوديو التحليلي لمباراه السوبر المصري كره اليد الاهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اكيد طبعا النهارده يعني اسعد واحد، وان انا بسجل النهارده مع قناتي وبيتي الكبير قناه النادي الاهلي. طبعا التكريم النهارده كان كاحسن برنامج يعني الابطال في العاب الاخرى من موقع تتويج، وكمان تكريم النادي الاهلي يعني كافضل نادي طبعا في مصر. وطبعا التكريمات دي طبعا ليا الشرف ان انا اكون موجود النهارده، بس الحقيقه التكريمات دي ليها اكتر من معنى. اولا هو تكريم لموقع تتويج نفسه، لأن موقع تتويج الحقيقة ولد عملاق، موقع تتويج أكبر موقع دلوقتي موجود في مصر في تغطية الألعاب الأخرى. فوجودنا النهاردة أكيد ده يعني بدعوة من موقع تتويج، أكيد ده في الأول وفي الآخر هو تكريم للموقع نفسه، لأن الموقع أدى بدور كبير جدا الفترة اللي فاتت. تاني حاجة هو تكريم برنامج الأبطال، ده حاجة أنا سعيد بيها جدا، وقبل ما يكون تكريم لي أنا فهو تكريم لكل المسؤولين في قناة النادي الأهلي، بداية طبعا المهندس سيف الوزيري، العميد مرجان، الكابتن اسلام الشاطر، الاستاذ ايهاب الخطيب، كل المسؤولين في قناة النادي الاهلي طبعا هم اللي كانوا الدعم الاول في الاهتمام بالالعاب الاخرى واديها المساحه الكبيره على شاشه قناة النادي الاهلي. طبعا تكريم لفريق العمل اللي انا شغال معاه برئاسه الاستاذه طبعا عزه حافظ ومحمد ناجي واحمد رشاد والاستاذ بليغ حمدي والاستاذ طبعا لطفي السقعان، دول مجموعه العمل الحقيقه اللي احنا شغالين معاهم، واللي هم طبعا شايلين البرنامج على اكتافهم. طبعا لكل العاملين في القناه والمسؤولين ايضا، استاذ باسم عزمي، استاذ احمد غنيم، كل دول، استاذ باشمهندس احمد حسن، مش عايز انسى حد. كل ده في الاول والاخر هو تكريم قبل ما يكون لهيثم السعيد كافضل اعلامي، هو تكريم للبرنامج وتكريم لكل اللي اشتغلوا فيه واللي قاموا برساله من حوالي 3 سنين ان احنا نحط الالعاب الاخرى في مكان تاني، وان احنا نبقى مع ابطالنا جوه النادي الاهلي، ومش بس ابطال النادي الاهلي، ابطال مصر كلها، نبقى معهم في كل مكان ونساندهم ونأزرهم.
طبعا ليا الشرف ان انا استلمت طبعا بحكم وجودي جائزه النادي الاهلي، ودي يعني ده شرف كبير جدا انا سعدت بيه. والحقيقه يعني مش عايز اقول لك سعادتي قد ايه، وان انا طبعا اكون موجود في اي مكان بيذكر فيه اسم النادي الاهلي اكيد ده حاجه تسعدنا كلها. طبعا ما انساش ان انا اشكركم كمان انتوا طاقم النادي الاهلي وتقوم النادي الاهلي، سواء في اطقم النادي الاهلي سواء مراسلين او مصورين او مخرجين، كل ده تكريم في الاول والاخر للقناه ككل. انا بشكر كل من ساعدنا، بشكر كل من ساعدنا ان احنا نقدم رسالتنا، بشكر رؤساء الاتحادات كمان اللي ساعدونا ان احنا ننقل الماتشات ونغطي الماتشات بالشكل ده، عشان في الاول والاخر نوصل ان في العاب اخرى بيبذل فيها مجهود قد يفوق في بعض الاحيان المجهود اللي بيبذل في كره القدم. بشكر طبعا كل يعني مسؤول او كل حد ساند الالعاب الاخرى بشكل او اخر، من رجال الاعمال، من الشركات، لان ده في الاول والاخر بيصب في مصلحه الرياضه المصريه، اللي نتمنى لها كل التوفيق في 2024 ان شاء الله في دوره الالعاب الاولمبيه باريس، لان هو ده الحدث الاكبر والاهم اللي احنا منتظرينه، وهو عدد ميداليات اولمبيه اكتر. طبعا انا يعني اكيد شرف ليا ان انا ابقى في تكريم زي تبع تتويج، طبعا جريده كبيره جدا، فبالنسبه لي شرف ان انا ابقى موجوده النهارده. طبعا السيزون اللي فات ده كان من اصعب السيزون اللي عدى علينا، بس يعني احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق اكبر بطوله اللي هي الدوري. كان نفسنا ان احنا يعني نحقق الكاس، بس يعني ربنا ما وفقناش، بس ان شاء الله احنا مخططين ان احنا السيزون الجاي ما فيش اي بطوله هتطلع بره النادي الاهلي. طبعا التغييرات اللي حصلت السيزون اللي فات ده ممكن تكون اثرت علينا شويه، بس احنا خلاص يعني من السيزون الجاي ما فيش حاجه هتاثر فينا يعني خلاص. طبعا حاجه كويسه جدا ان احنا نبقى في كومبيتيشن جامده جدا بين، انا بتكلم على جائزه احسن مدرب، ان في كل المدربين اللي موجودين، كل مدرب عمل حاجه كبيره جدا للبلد وخد ميداليات في بطولات عالم او خد ميداليات في الاولمبياد، فدي حاجه يعني كومبيتيشن كانت جامده جدا. احنا بقى لنا تقريبا من شهر 12 لغايه شهر 2 كان في تصويت، ناس كتير جدا صوتت. اليوم كمان النهارده بالذات حلو جدا، لان هو بيقرب كل المدربين واللعيبه والحكام وكده، ان احنا كلنا نبقى عارفين بعض وكنا قريبين من بعض. يوم بصراحة أي حد ممكن هو يتمناه، وأنا مبسوط جدا بالجائزة دي والحمد لله. يعني أنا طبعا فخورة جدا أن يكون موجودة، كمان أن أنا لسه جاية من السفر كمان كام ساعة، فأن أنا أقدر أكون موجودة هنا دلوقتي ده طبعا شرف كبير ليا. وبحب أشكر كل حد على التتويج الجميل ده، يعني صراحة هي لذيذة أوي. والله شعور جميل كأب وكمدرب، الحمد لله رب العالمين لسه واصلة النهاردة، فان هي توصل قبل التكريم بثلاث اربع ساعات دي حاجه يعني كانت مصادفه كويسه الحمد لله، ان هي تيجي وتتكرم وتبقى من تنافس على الافضل الناشئه، وهي بقى لها مثلا خمس شهور بره مصر، فالحمد لله الناس متابعين، تبقى دي حاجه كويسه لاي لاعب في الدنيا انه يحس بتكريم حتى لو معنوي، ان الناس متابعاه وفي متابعه وفي تشجيع، فده بيبقى حافز ليها كبدايه يعني، وهي لسه هي النهارده على افضل ناشئه الحمد لله، فدي حاجه كويسه. اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن لعيبه بقى ان شاء الله، وتعمل حاجه ان شاء الله في كاس العالم مع منتخب مصر، هو ده الهدف الاكبر يعني. الحمد لله احنا ثالث سنه على التوالي بنعمل ذا بيست، هي زي ما انتم شايفين، انا مش عايز اتكلم يعني، اكبر مسابقه رياضيه بقت على الوطن العربي بفوتنج من الجمهور. النهارده احنا بدانا ب 18000 فوت، 45 فوت النهارده الحفله، 200000 فوت، والحمد لله زي ما انتم شايفين امارات، سعوديه، اردن، كويت، الناس كلها مقبله وجايه ان هي تحضر في مصر ام الدنيا، هو الحضاره بتطلع من عندنا، والحمد لله احنا بنقدر نكون رساله بنقدر نرسلها ونعرف بيها ابطالنا في الالعاب الفرديه سواء كان في مصر او في الدول العربيه. حقيقة سعيدين جدا بتواجدنا في احتفالية موقع تويج نيوز لاختيار أفضل لاعبين سواء على مستوى مصر أو حتى على المستوى العربي، وسعيدين أكثر باختيار لاعبتنا دنيا أبو طالب صاحبة برونزية العالم كأفضل لاعبة العربية لهذا العام. حقيقة يعني هذا إنجاز يضاف إلى إنجازات اللاعبة وإلى إنجازات الاتحاد السعودي للتايكوندو، سعيدين وفخورين جدا بهذه الجائزة. والله أنا مبسوطة جدا إن أنا الناس متابعاني وإن أنا بقيت أحسن لاعبة فردية في التكريم دوت، عشان أنا جبت تاني عالم السنة اللي فاتت، ودي كان أول مرة في تاريخ المصارعة
نسائيه عامه ان بنتي توصل نهائي بطوله عالم. كنت في 2021 جبت برونز، بس السنه اللي فاتت جبت تاني عالم، وبعدها بكام شهر تصنيفي بقى الاول على العالم، وبقيت ثابته الحمد لله لحد الوقت ده ان انا تصنيفي الاول على العالم. فهم شافوا ان انا يعني افضل انجاز ان انا عملته في كلاعبه فرديه، وشايفه ان ده حاجه معنويه كبيره، وان انا بدات الموسم جديد كمان 10 ايام هسافر بطوله، فده حاجه بتديني دفعه ان انا يعني اشتغل على نفسي اكتر. اكيد هو اي رياضي بيبقى مستني ان هو يعني اي تتويج يحصل له، علشان ده بيبقى فعلا نتاج المجهود اللي هو بيعمله طول السيزن. وبجد اتبسطت جدا ان منصه التتويج بتنتبه يعني ان هي تكرم الابطال، ودي حاجه يعني بسطاني جدا يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. نروح لمباراتنا النهارده، الجوله الاهم هذا الموسم، الاهلي والزمالك، كاس السوبر الافريقي في النسخه ال30. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي النهارده. وقبل ما نروح لمباراتنا فنيا وتحليليا، بحب ارحب بضيوفي النجوم الكبار اللي معانا في الاستوديو. برحب بكابتن فوزي فضالي نجم النادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. اهلا بك يا كابتن فوزي. اهلا بك، منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، منوره بيكم، وسعداء ان احنا نكون متواجدين في هذا الصرح الكبير. اكيد يا كابتن منورنا. وبرحب طبعا اكيد بكابتن ابراهيم سيد او اللواء ابراهيم سيد، نجم نجوم النادي الاهلي السابق وايضا عضو لجنه انتقاء المواهب الحالي بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن ابراهيم. اهلا، الله يبين. اهلا بك يا فندم. منورنا يا كابتن. انا مبسوط وسعيد جدا ان انا قاعد في بيتي طبعا، لان النادي الاهلي ده بعتبره بيتي الثاني، ما كانش الاول. اشكرك يا كابتن منورنا. الله يبارك. برحب بكابتن محمد عبد الله، نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ومدير فني نادي المقاولين العرب الحالي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم. مش جديد، الله يخليك، مش جديد عليك طبعا الاستضافه، وان شاء الله تكون فتحه الخير ان شاء الله في كاس سوبر النهارده يعني. ان شاء الله باذن الله. برحب بكابتن ياسر صلاح، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا وكالعاده متالق موجود. كابتن ياسر، يمكن النهارده نروح للمباراه، المباراه اكيد مهمه. النادي الاهلي حصل على اللقب مرتين، بيسعى للقب الثالث. الاهلي نادي الزمالك حصل على 7 القاب ويسعى للقب الثامن. شايف المباراه واهميتها كده فريقين زي النهارده؟ هي طبعا احنا هنتكلم على السوبر، السوبر اهم حاجه عندنا النهارده، وهي اول مره تحصل ان السوبر يبقى 4 فرق. الـ4 فرق طبعا الزمالك لعب المباراه بتاعت امس، والاهلي الترجي قدم اعتذار. مباراه النهارده مباراه اهميتها للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هي مباراه كبيره جدا، لانها تاني سوبر على التوالي. لو ربنا يكرمنا ان شاء الله يبقى المره الثانيه على التوالي يا رب، ودي يمكن اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي. هنتكلم على اهميه المباراه. مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هي مباراه يا جماعه هي مش سهله، مباراه صعبه، مباراه فيها هيبقى شغل كبير بالنسبه للمدرسه. هنتكلم على الاثنين المدربين، مدرسه واحده، واعتقد ان احنا هنشوف مباراه حلوه. تتوقع ده يا كابتن؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد اجي لك، يمكن المباراه النهارده على ملعبنا وسط جمهورنا، صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره. شايف ده يا كابتن يعني ان شاء الله تبقى ميزه كبيره للاعبين، ولا شايف دي ممكن انت كلاعب يعني بحس اللاعب لما تنزل تلعب في ملعبك واللي بتتمرن فيه وسط جمهورك في بيتك، هل ده بيبقى دافع للاعيبه ولا ممكن يكون عيب عليهم؟ شايف ده ازاي يا كابتن؟ هو طبعا اكيد طبعا لما اكون بتمرن على ارضي وفي وسط ناديه وفي وسط جمهوري بيبقى في عوامل كتير مساعده ليا. بس اللي اقدر اقوله لحضرتك ان المباراه النهارده مش سهله، خصوصا ان في غيابات فريق النادي الاهلي، وممكن يكون في غيابات برضو في فريق نادي الزمالك. عندنا طبعا حراسه المرمى طبعا عبد الرحمن حميد، نتمنى له الشفاء يعني ان شاء الله، وفي دعم من احمد وليد من البنك الاهلي على اساس ان بقى موجود مع عبد الرحمن طه. فطبعا العوامل ديت اكيد هتاثر في سير المباراه لو الامور مشيت ان شاء الله مظبوط، هذا هيبقى الكفه بتاعت الاهلي متساويه. طبعا في
اللاعبين في الملعب طبعا ليهم عوامل خاصه برضو، في ليدر احمد الاحمر في نادي الزمالك، وعندنا اسلام حسن الناحيه الثانيه، ومعانا كفه الاهلي ممكن برضو تبقى ارجح على اساس ان في تدعيم علي زين النهارده ان شاء الله، والزمالك برضو استدعى حماصه برضو من البنك الاهلي، فهي الامور كلها هتبقى يعني مصابه جوه الملعب، يعني خصوصا ان المدرسه كمان واحده، لا ليه كوتش اسباني اسباني، فالاثنين برضو قارين الصوره بتاعه الملعب، فالمدرب اللي ان شاء الله اللي يكون محضر اكتر هيبقى ان شاء الله الفوز حليف ليه، ونتمنى ان يكون الفوز من حليف الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله يبقى الفوز حليف النادي الاهلي. كابتن فوزي، يمكن حضرتك ملاصق الفريق جيدا وشايف الفرقه من بدايه قدوم مستر ديفيد ديفيس في منتصف الموسم او يمكن في الربع الاولاني من الموسم، والحقيقه يعني منذ قدوم الرجل وفي تطور في الفريق، ويعني يشاهده الداني والقاسي تطور شديد، تطور كمان تطور شديد في الفريق. شايف حقيقة مستر ديفيد ديفيس عمل يعني النهارده احنا ابطال الدوري والكاس، وهو طبعا يعني من السنين القليله اللي احنا فيها خدنا فيها البطولتين المحليتين، اكيد ده ما جاش من فراغ، اكيد جيت انا اكيد تطور. شايف ايه ابرز المحطات او ابرز ما تم تغييره مستر ديفيد ديفيس فنيا للفريق؟ طيب هو لو هنيجي نتكلم في نقطة مهمة قوي، الثبات الانفعالي لفرقة النادي الأهلي أصبح أعلى بكتير جدا. احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء إن الفرقة كانت بتيجي في أوقات بتخسر في لحظات بالرغم إنها كانت بتكون متقدمة بثلاث وأربع نقاط أو ثلاث أو أربع أهداف، لكن بتخسر وبيرجع تاني تقع فما بتعرفش تقوم تاني. الحقيقة ما يؤخذ لديفيس أو ما هو لصالحه إن هو غير دي جوه الفرقه، قد يكون ده لان هو قعد فتره طويله مع منتخب مصر فتعامل مع كثير من لاعبي النادي الاهلي، وبالطبع عنده بالظبط واللاعب الانديه الاخرى، وانا عشان كده بقول ان يمكن دي نقطه الماتش متكافئ جدا، وانا مع كابتن ياسر ان الماتش هيكون صعب التكهن بالنتيجه بتاعته، لان الوضع الحالي بيقول ان الاثنين مدربين مدرسه واحده، الاثنين لاعبين عندهم افضل لاعبين موجودين، التدعيمات قوية، يمكن النادي الأهلي عدم وجود عبد الرحمن حميد شوية يأثر معلك. الحقيقة عبد الرحمن طه عامل موسم جميل، موسم رائع فوق الرائع بجد، لكن بنقول إيه إن الفارق اللي ممكن يكون لصالح الأهلي إن ديفيد مرن كثير من لاعبي الزمالك فعنده قراءة جيدة ليهم، زائد طبعا المجموعة اللي بتعمل في الجهاز معاه اكيد بيبقى ليهم ملاحظات، اعتقد ان دي هتساعدهم جدا. يعني حضرتك شايف ان الثبات الانفعالي والاداء في الوقت الحرج ده اللي اشتغل عليه مستر ديفيد ديفيس؟ اعتقد ان هو ركز عليه في الفتره الاخيره لانه اكيد شاف مجموعه من مباريات للنادي الاهلي، وشاف لان كان ده واضح لينا، حتى يمكن انا وسياده اللواء ابراهيم رحنا اكتر من مباراه واتفرجنا على بعض النهائيات، وكانت فعلا ملحوظه بتاعتنا ان فرقتنا عندها مشكله في الثبات الانفعالي بتاعها. خسرنا بطولات كتيره، خسرنا اكتر من مباراه حتى الموسم ده، المباريات اللي خسرنا فيها اللي كان الثبات الانفعالي بتاعنا مش في المستوى اللائق. كعناصر افراد من لاعبي النادي الاهلي اللي هو النادي نادينا، لا احنا عندنا افراد متميزين، عندك لكل مركز اكتر من لاعب، متوسط الاعمار صغير، فاذا انت عندك فيجن لعشر سنين قدام، فانت بتخطط لده. مع وجود واحد زي ديفيد اعتقد ان الاهلي هيكون في مستوى افضل، واتمنى ان شاء الله ان هو يوفق اليوم، لان دي هتبقى خطوه كبيره جدا لدخوله الى معترك اخر وهو كاس العالم للانديه، واعتقد ان دي هتبقى فرصه لنهضة الكرة اليد مرة أخرى وعودتها إلى مكانها الطبيعي إن شاء الله. كابتن إبراهيم، أجل حضرتك لو حضرتك مكان كلا المديرين الفنيين النهاردة، مباراة كرة اليد بتتقسم فيزيس أو مراحل، هي 30 دقيقة و30 دقيقة، ولكن أنت بتلعب بفكر الشوط الأول وبتلعب الشوط الثاني بفكر تاني، شايف النهاردة تلعب المباراة زي دي إزاي؟ خاصة حضرتك تابعت مباراة الأهلي والزمالك هذا الموسم كثيرا، شايف المديرين الفنيين ممكن يلعبوا المباراة إزاي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بداية المباراة لازم بتكون فيها حرص شوية من اللعيبة، مع ملاحظة ان ما استقبلش جوان كتير، ما استقبلش جوان، اركز على الدفاع كويس،
استغل الفرص اللي بتجيلي بحيث انها ما تحس يعني استغلها بحيث ان احقق اهداف واقلل فرص ان يخش فيها اهداف. ده من خلال اللعب الدفاعي اللي انا متمرن عليه، وان ما اظهرش قدراتي كلها مره واحده عشان اقدر اطلعها بعد كده وقت ما اكون محتاجها. تمام، يعني اذا المرحله الاولى من المباراه لابد ان يكون المباراه مقفوله، اهتم في حرص شديد، حرص شديد ما استقبلش اهداف عشان ما تعوقنيش بعد كده في ان انا احاول ان انا اعوض. اذا افهم من كلام حضرتك ان البدايه مهمه جدا طبعاً. جدا النهارده مهمه. اتفضل. وممكن زي ما قال الكابتن فوزي ان مستر ديفيز عمل حاجه جميله جدا اللي هي موضوع الثبات الانفعالي، وخلى ثبات الاستاذ حضرتك دي لقطات حيه من ارض الملعب، ده طبعا احماء نادي الزمالك واكيد الناحيه الثانيه، ولكن احنا مش شايفين او فرقه النادي الاهلي لسه ما نزلتش ارض الملعب. اتفضل. زي ما قال الكابتن فوزي ان الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه اتاثر كتير او اتحسن كتير، بدليل انهم قدروا ان هم في اخر مباراتين او اخر اربع مباريات جمعت في الفرقتين الاهلي تفوق في ثلاثه والزمالك في مباراه واحده. وطبعا كان السنين اللي فاتت كان بيبقى الاهلي بيخسر في اخر الثواني الاخيره، في الثواني الاخيره من المباراه، وده اللي فرق جديد اللي هو نقول الجديد اللي حصل للاعيب الاهلي الموسم ده. يعني كابتن برضو اكيد كل فريق من الاثنين ليه مفاتيحه، يعني حضرتك لما تبص كخبير على فرقه الزمالك، خلينا نبتدي بنادي الزمالك، مفاتيحه ايه؟ ايه المفاتيح اللي بيعتمد عليها نادي؟ هو نادي الزمالك فريق محترم جدا، لعيبته لعيبه ممتازه جيده، يمكن ابرز لعيبته فيها احمد الاحمر، وده بيعتبر من احسن اللاعبين اللي انجبتهم مصر في السنين اللي فاتت. ده بيبقى مفتاح لعب اساسي في نادي الزمالك، وهو يمكن اللي بيسيطر سيطره كامله على باقي فرقته، والفرقه الثانيه بتسمع له، ودي طبعا حاجه هو ليه اللي عنده القياده للفرقه داخل الملعب، داخل الملعب. وبيقدر من على ضوءها بقى بيشكل بقيه الفريق، بيتكون معاه، لانه في عناصر كويسه زي وليد قداح، وده ولد ده مستقبل كره اليد في مصر ان شاء الله، وبالاضافه للتدعيمات اللي هو جابها حماصة ده لعيب دولي وليه مكانته كبيره، واللعيب اللي هو محمد مجدي لعيب قوي جدا، وده يمكن من الفرص الجميله ان ممكن الاهلي هيستعين بيه بعد كده، هيضموا لفرقته من السنه الجايه لتدعيم الخط الخلفي ليه. طب استاذن حضراتكم ضيوفي الكرام اعزائي المشاهدين، خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل ومراسلنا الاعزاء محمد توفيق ونورهان طمان عشان يقولوا لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، جمهور النادي الاهلي اينما كان، اهلا بيكم. مباراه كبيره ومباراه عظيمه، وان شاء الله يوم جديد من يوم بطولات النادي الاهلي، مباراه السوبر الافريقي رقم 30 ما بين الاهلي والزمالك، السوبر الافريقي هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. وكالعاده النادي الاهلي ما بيعمل حاجه كابتن هيثم اكيد بتبقى رائعه، التنظيم اكثر من رائع، حضور جماهيري ممتع جدا، كل اجواء التنظيم كله بيسير بشكل اكثر من رائع، وان شاء الله ده يستكمل باداء الفريق النهارده ويقدموا اداء كبير جدا، وان شاء الله نحافظ على اللقب لعام السنه على التوالي، والنادي الاهلي يفوز بالسوبر الافريقي، وان شاء الله كمان يوصل كاس العالم للانديه مجددا، وان شاء الله تبقى كل الامور مهيئه كابتن هيثم. يمكن الفريق استعد بشكل جيد جدا لهذه المباراه، بالطبع كان في غيابات بشكل كبير جدا عشان المنتخب الوطني، ولكن الفريق اكتمل منذ اسبوع بيتدرب بشكل يومي هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل كل يوم زي ما اتكلمت مع الجهاز الفني وكابتن ديفيد ديفيز في محاضرات فيديو، والفريق يمكن في معسكر مغلق منذ الامس في احد الفنادق القريبه جدا من ملعب المباراه هنا ومن النادي الاهلي. النهارده اغتنم استعداداته بتدريباته الصبح، كانت فتره اكتيفيشن كده الساعه 12 الظهر، وبعد كده كان الغداء يمكن في الساعه 3، وفضل انه يدي المحاضره او المحاضره الاخيره والفيديو واخر ميتنج قبل المباراه هنا من داخل النادي الاهلي بالجزيره. بالطبع برحب بزميلتي العزيزه نورهان طمان النهارده منورانا. نوران، يعني مباراه كبيره، مباراه عظيمه، مباراه مهمه جدا على الصعيد الافريقي مش بس المحلي، كلمينا بقى عن اهم الارقام والغيابات التدعيمات في الفرقتين والنادي الاهلي بالاخص. يا مساء الفل
كله طبعا يا كابتن هيثم برحب بيك وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي سواء في طبعا بيتفرج علينا شاشه قناه النادي الاهلي او متواجد هنا في النادي طبعا المقر الرئيسي بالجزيره. خليني طبعا احنا بتوع الارقام يعني احنا في طبعا ارقام ايجابيه كتير النهارده ان شاء الله ان شاء الله تكمل. يمكن طبعا النادي الاهلي حصل على لقبين في هذه البطوله واللقبين كانوا من نادي الزمالك ودي بشرة خير يا توفيق طبعا ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى وكل التوفيق لكل رجاله النادي الاهلي ان هم يحققوا اللقب الثالث ويفرحونا وزي ما قلت يا توفيق يوصلوا لكاس العالم سوبر جلوب في السعوديه ان شاء الله اللي هيقام طبعا في المملكه العربيه السعوديه. كمان خلينا نفكركم انه نادي مولوديه الجزائر هو صاحب النصيب الاكبر من هذه البطوله بتسع القاب بينما نادي الزمالك لديه سبع القاب وزي ما قلت لكم طبعا النادي الاهلي لقبين وان شاء الله هيكون النهارده هيتوج باللقب الثالث على حساب الزمالك وزي ما قلت لكم طبعا اللقبين كانوا على حساب نادي الزمالك. كمان انا هاخد من كلام زميلي توفيق عن الاجواء وعن الاهتمام الامني سواء على بوابات النادي او داخل الصاله هنا الامر يعني بمنتهى النظام منتهى التنظيم ما فيش اي شائبه احنا يمكن شفناها سواء كنا بره الصاله او جوه الصاله الملعب طبعا يعني الاتحاد الافريقي وبالتعاون مع امن النادي الاهلي طبعا بنوجه له كل التحيه يعني مهتم جدا انه الملعب ما يكونش فيه متواجد غير الجهاز الفني وبعض طبعا الاعلاميين هو احنا كمان عمليات الاحماء كانت شغاله دورانا من يعني دقائق معدوده وكانت حماسيه جدا يا توفيق زي ما شفنا. كمان خلينا نقول لكم ابرز التدعيمات ويمكن في تفاؤل كبير ان شاء الله داخل صفوف النادي الاهلي بعد طبعا تدعيم الفريق بنجم الفريق طبعا كابتن علي زين. يمكن امنيات كتيره قوي كانت او مطالبات كتير كان من جمهور النادي الاهلي باستخدام النجم علي زين طبعا هو احد ابناء النادي الاهلي بالاساس ولكن طبعا هو جاي على سبيل الاعاره. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن النادي الاهلي بيعاني من بعض الغيابات او خلينا نكون يعني بشكل ادق اربع غيابات عبد الرحمن حميد حارس المرمى محمد ابراهيم الحارس الثالث وسيف هاني فوكس ومحمد لاشين وزي ما انتم سامعين يمكن الجمهور يعني بدا زئير الجمهور وكان في طبعا توافد كبير في الدقائق الماضيه على الصاله سواء كان من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. جمهور الاهلي متواجد جمهور الزمالك متواجد روح رياضيه كبيره جدا ما بين الفريقين. كمان خلينا اقول لكم انه ابرز غيابات نادي الزمالك محمود خليل فلفل وده طبعا حارس مرمى الزمالك وده ابرز الغيابات ويمكن هي دي المشهد العام يا توفيق عن الغيابات والارقام. بالطبع يا كابتن هيثم باذن الله النهارده تكون دفعه قويه بالثنائيه المحليه الكاس والدوري وان شاء الله كمان النادي الاهلي النهارده يكلل مجهوداته والفوز بالسوبر الافريقي باذن الله. عايز اقول لحضرتك كمان وكل ضيوفك حضور رفيع المستوى كبير جدا هنا داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. يمكن طبعا كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد كمان رئيس الاتحاد الافريقي منصور اورومو وكمان طبعا اسطوره من اساطير النادي الاهلي كابتن حسن حمدي موجود في صاله النادي الاهلي هنا وطبعا ننتظر باذن الله ان شاء الله ان يكون في نصيب وكابتن محمود الخطيب يكون متواجد مع بدايه المباراه ان شاء الله. كمان الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه هو طبعا من ابرز الحضور الوزير العام لفاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مهندس خالد مرتجي يعني امين الصندوق وعدد كبير جدا من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وفي الاخير طبعا طاقم تحكيم عربي النهارده جزائري بقياده سيدي علي حمدي ويوسف بالخير ان شاء الله طاقم تحكيم يكون موفق ويدي كل فريق حقه ان شاء الله. كمان فريق النادي الاهلي النهارده يكون موفق ان شاء الله يكون بطوله جديده في بطولات النادي الاهلي والسوبر الافريقي. كلمه كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق ونورهان طمان بشكركم شكرا جزيلا يعني الحقيقه نقلتوا لنا كل الاجواء ومتالقين كالعاده اشكركم شكرا جزيلا وزي ما حضراتكم شفتوا بدا توافد الجماهير على الصاله استعدادا لانطلاق المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي مباراه صعبه بلا شك مباراه اكيد صعبه ولكن رجال النادي الاهلي اداه قدود. وخلينا استعرض مع حضراتكم قوائم الفرقتين الحقيقه جانا القوائم من اصل السكور شيت من الملعب مش من القوائم العامه وهقولها هبتدي بقائمه رجال النادي الاهلي رقم 5 محسن رمضان رقم 7 مصطفى خليل رقم 8 شهاب عبد الله رقم شهاب عبد الله شهاب خارج التشكيل شهاب خارج التشكيل 9 اسلام حسن 10 عبد الرحمن فيصل 11 عبد العزيز ايهاب زيزو 16 عبد الرحمن طه حارس المرمى 17 احمد خيري رقم 19 عمر سامي رقم 22 احمد وليد
ده الوافد الجديد طبعا للنادي من نادي البنك الاهلي رقم 24 ابراهيم المصري، رقم 48 مهاب سعيد، رقم 72 ياسر سيف، رقم 74 مصطفى عبد الرحمن حارس المرمى وده طبعا خارج التشكيل ايضا، في 79 احمد حسن احمد هشام سيسا، رقم 80 احمد عادل، رقم 90 علي زين نجمنا الكبير، رقم 98 عمر خالد كاستيلو، وطبعا الجهاز الفني بقياده مستر ديفيد ديفيدز ومحمد ابراهيم وطبعا مدرب حراس المرمى فينيو وعمرو محمد عصام واسامه محمد ابراهيم. هنروح لتشكيل نادي الزمالك، رقم 1 سعد اكرم يوسف، رقم اكرم يوسف، رقم 4 اكرم يسرا، انا اسف معلش الاسامي مكتوبه باللغه الانجليزيه اكرم يسرا، فبالحالي وبنحاول نجيبها لحضراتكم بالاسامي اللي الساده المشاهدين عارفينها. يبقى اكرم يسري رقم 1، رقم 4 محمد رمضان هتلر، رقم 7 مصطفى بشير، رقم 8 محمد البسيوني مودي، رقم 10 ابو الفتوح حماصه، ده التدعيمات نادي الزمالك او احد تدعيمات نادي الزمالك من البنك الاهلي، رقم 11 احمد مؤمن صفا، رقم 12 هشام السبكي، رقم 20 محمد هشام او هشام محمد، رقم 23 الارجنتيني جيمس باركر، وده احد التدعيمات لنادي الزمالك لاعب الارجنتيني، رقم 24 خالد وليد، رقم 31 عمر الوكيل، رقم 42 عمر الوكيل بكار، رقم 42 حسن قداح، رقم 62 محمد مجدي من التدعيمات الجديده، رقم 66 احمد الاحمر، رقم 72 محمود خليل فلفل ولكن هو خارج التشكيل، 77 شادي خليل، رقم 88 كريم هنداوي، رقم 99 عمر ولكن خارج التشكيل. طبعا الجهاز الفني ماتيو المدير الفني الاسباني، وطبعا حماد عبد الباري المدير الاداري، واحمد رمضان ومحمد اشرف ومحمد عبد المنعم مساعد مدرب. ده كان تشكيل نادي الزمالك، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا دي لقطات حيه من ارض الملعب والفريقان يستعدان لدخول اللعيبه. زي ما حضراتكم شايفين صاله النادي الاهلي في ابهى صورها لانطلاق كاس السوبر، نتمنى طبعا اكيد كل التوفيق لفريقنا. انتوا عارفين حضراتكم انه تقريبا التسخين خلاص انتهى، 5 دقائق تقريبا او 7 دقائق تتبقى على انطلاق المباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. اكيد يعني كلمه اخيره كده من كابتننا كابتن ياسر، توقعاتك للمباراه في 30 ثانيه. ان شاء الله الاهلي يكسب، شابوه لمجلس الاداره، شابوه طبعا لكابتن ياسر لبيب وخالد العوضي على التدعيمات، وربنا يوفق ان شاء الله ونفرح بكاس السوبر. كابتن محمد ان شاء الله المدرب اللي هيقدر يقسم المباراه ويبقى ليه اليد العليا ان هو يدير المباراه ان شاء الله يكسب باذن الله. كابتن فوزي ان شاء الله الاهلي يكسب المباراه، والفريق الاكثر هدوءا واكثر تركيزا هو اللي هيستطيع انه يوصل ل كاس العالم للانديه. طب يعني الشوط الاول والشوط الثاني برضو انا عايز يعني ايه يعني بالتقريب كده، حضرتك شايف ان يعني الشوط الاول هيبقى كلوز جيم، هل ممكن تشهد تقدم احد الفريقين على الثاني ولا كل السيناريوهات وارده؟ شوف انا هقول حاجه، الفرقتين لعبوا ضد بعض وفاهمين بعض، فالهيعمل الستارت الكويس زي ما قال كابتن ابراهيم انا متفق معاه في هذا، الدفاع الكويس هو اللي هيمهد لك الوصول، وبالتالي اللي هيستطيع انه يقفل دفاعاته كويس قوي ما يسمحش بمساحات كثيره هو اللي هيبقى اقرب الى الفوز بالمباراه. وانا شايف ان دفاع الاهلي بوجود علي زين جنب المصري وهما الاثنين متعودين على الجزئيه دي في اللعب ثلاثات، اعتقد ان الدفاع هيقفل مساحات كبيره جدا. يتبقى الاجزاء الباقيه لان عندهم جناحين سواء بكار او اكرم يسري، اعتقد الاثنين من افضل الاجنحه اللي موجودين في مصر، فالمفروض ان تقفل عليهم، يبقى انت كده حجمت خطوره نادي الزمالك او حجمت 60 او 70% من خطوره نادي الزمالك.
اعزائي المشاهدين خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نستكمل تغطيتنا المستمره. الاهلي والزمالك كاس السوبر كره اليد في نسخته 30 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وخلاص زي ما حضراتكم متابعين عبر شاشه قناه النادي الاهلي لحظات وتنطلق المباراه. خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي في الجزيره عشان ننقل احداث المباراه. الشوط الاول الاهلي والزمالك كاس السوبر في نسخته 30 ومعلقنا الكبير كابتن ايهاب رجب فالى هناك. السوبر يا اهلي، ده كان هتاف جماهير النادي الاهلي بعد انتهاء الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 14-9 في شوط عنوانه رجاله 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 رجاله. الفرقه بتدافع النهارده يعني من وجهه نظري متواضعه قبل ما اروح لضيوفي، لعيبه النادي الاهلي النهارده بتدافع في ارض الملعب. اروح لضيوفي طبعا ابتدي بالكابتن فوزي، اكيد عندك يا كابتن فوزي اكيد كلام تقوله عن الشوط الاول، اتفضل يا كابتن. هو احنا قلنا حراس المرمى في فاكر في الاول كلامنا، صحيح احنا قلنا حراس المرمى. لما نيجي نقول لحراس المرمى، انت فرقه الزمالك عملت 26 هجمه خلال الشوط ده، 26 هجمه فوزي اللي سبع هجمات منهم اخطاء فنيه، وده يدل على الارتباك. يعني اذا الشوط حوالي 19 كوره سجلوا منهم 9 اهداف، الباقي صدوا حميد صدوا طه. نيجي بقى نيجي للاهلي. الاهلي عمل 25 هجمه، عنده 3 اخطاء فنيين، فشاط 22 سجل 14. بالنسبه لعبد الرحمن شايل 9 كور، ربنا يكرمه ويكمل على كده. الحقيقه انا يعني مطمئن تماما من عبد الرحمن. الدفاع الحقيقه قدامه قافل المساحات كويس قوي، خانق لاعب الدايره، لان يعني اللعيب شادي في الزمالك لعيب دايره متحرك ومن افضل لاعبي الدائره في مصر. نعم. فخانقين وخانقين الجناحين، فاصبحت ما فيش عندهم قوه الا التصويب من الخارج. اعتقد سيطره الاهلي في الشوط الاولاني واضحه جدا بالرقم وبالاهداف كمان. كابتن استاذنك لازم نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل تغطياتنا المستمره. الاهلي والزمالك في سوبر افريقيا، السوبر يا اهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نرجع لضيوفنا الكابتن ابراهيم سيد. كابتن اكيد عندك كلام تقوله عن عن الشوط الاول. هو زي ما انا قلت في بدايه الحديث ان الحرص في البدايه ادى للاهلي فرصه ان يجي في اخر الشوط يوفر بتاع. يعني لو لاحظنا في اول 5 دقائق النتيجه 2-1 للزمالك، الخمس دقائق اللي بعدها لغايه نقول 10 دقائق كان النتيجه 4-3 للاهلي، في الخمس دقائق اللي بعدها ال 15 دقيقه الاولانيه كانت النتيجه 6-5 للاهلي. في العشر دقايق الأخيرة الأهلي استفاد من النج بتاع ده إن وصلت النتيجة ل 14-9. الدفاع القوي اللي الأهلي بذله في الشوط الأول هو اللي وصل للنتيجة دي، زائد توفيق الحراس توفيق عبد الرحمن طه واستغلال الفرص للاعيبة الأهلي في إحراز الأهداف، فهو ده اللي وصل الفرق. بعكس الزمالك قدرنا إن احنا نوقف القوة الضربة بتاعته، وعبد الرحمن طه قدر ان يوقف التصويبات الخارجيه بقدر الامكان، وهو ده اللي حقق الفرق. وان شاء الله في الشوط الثاني الاهلي يواصل بهذا النمط وتبقى النتيجه ان شاء الله المكسب، مع محافظه على التركيز الشديد في الملعب سواء في الدفاع او في الهجوم. كابتن ابراهيم كابتن فوزي احييكم بجد، ارائكم يعني فنيه متعتني بصراحه. كابتن محمد اتفضل. والله يا كابتن هيثم انا اتكلمت في الاول على ان البدايه متفق مثلا مع كابتن ابراهيم وكابتن فوزي على اللي هم قالوه البدايه، زائد ان بدايه المباراه ومن ديفيز بدا ان هو يحط عينه على الخطوره اللي ممكن تحصل من فريق الزمالك، وفعلا نجح ان هو يوقف الداح بعد هجمتين، بدا يعلي الواحد على الباك ليفت. نعم. ويحد من خطورته، فاصبح السلسله بتاعه الهجمه
من الخط الخلفي، وهو ده قادر نجح فيه ابراهيم المصري وعلي زين بعد ما نزل وكان معاهم فيصل ان هم يقفلوا ويعملوا حائط صد للدفاع في نص الملعب. صحيح. فاجبروهم ان التحركات تبقى قليله على المرمى. فدوت ده اللي كنا بنعاني منه قبل كده يا كابتن. بالظبط. بيبقى فيه مساحات بيتحرك فيها خط الظهر او الخط الخلفي بشكل مريح ليه. وادى عبد الرحمن طه الثقه ان هو يقدر يشيل كذا كوره من الخط الخلفي. في المقابل طبعا في تسرع جامد من فرقه الزمالك، وكان في اخطاء في اول 10 دقائق من الفرقتين مع سرعه المباراه، لكن كاستيلو نجح ان هو يحرز كذا جول ورا بعض قدر يستفاد بيهم على الفرق بتاع المباراه. واخر 10 دقائق النجاح بتاع اتساع الفارق ده ممكن يساعد الاهلي في المباراه في خلال الشوط الثاني. اشكرك يا كابتن. كابتن ياسر، يعني انا خليني بعد الماتش اقول توقع، بس الماتش شهد تألق كبير جدا من سيسا، كاستيلو، علي زين لما نزل، ابراهيم المصري، يعني الحقيقه ما فيش لاعب وحش، وحراس المرمى عبد الرحمن هايل حتى الان. تعليق على ده يا كابتن؟ شابوه كابتن ديفيد، كابتن فرقه النادي الاهلي. الناس الاول في الاول احنا لعبنا الزمالك 3 ماتشات، هجمته في الاولاني، الثاني والثالث الراجل ده قرا الملعب كويس جدا، عرف ازاي يخترق دفاعات الزمالك بطريقه سهله جدا، عمل روتيشن حلو قوي وافقات ثابته، عنده ثبات في الروتيشن، مش بيطلع ويدخل وبس. يمكن من الملحوظه اللي عملها ان فتح لمحسن من الباك رايت ووداه لغايه ثالث واحد ناحيه الباك رايت ناحيه بشير، مخلص ثلاث هجمات او هجمتين بالظبط بنفس الشكل. بعدها بنفس المكان مهاب نزل، مواليد 2003، نفس الكورتين عملهم مهاب برضو عن طريقة دي ثغرة كبيرة. عرف ازاي يستغل في الدقيقتين الاوليين سيسا وركبه اللي هما الونجات، يعني بالرغم ان احنا قلنا يا كابتن احنا بنتفرج على الماتش قلنا الونجات في اول 10 دقايق ما اشتغلوش. بالظبط. حضراتكم رديتوا عليا قلت لي لا استنى هيبقى فيه عرف يستغل التغير في عرف يستغل ازاي، عشان كده سيسا دخل هجمتين احرز منهم هدفين، نفس الكلام من الوينج الناحيه الثانيه هدفين. في حاجه كويسه جدا عجبتني في ديفيد، هو مش معنى ان انا جايب علي زين ابن النادي ان هو يلعب 60 دقيقه. صح. علي زين اي حد لازم هيعمل كده، اي مدرب هيخاف هو لازم يلعب 60 دقيقه. نزل علي زين في الدقيقه 13، الدقيقه 13 دي علي زين ضغط ضغطه هايله جدا، بدا يركب الناس. الروتيشن كمان اللي كان جنب علي زين اسلام عملوا كوره كويسه جدا، شاط كورتين جود لك، لسه هو ما دخلش مع الفرقه، غيره على طول، ما عندوش اي حاجه، غير جدا طلعه مباشره، وبدانا نلعب بطريقه كويسه، عارف ازاي يوقف قداح. شكرا يا كابتن. خلاص لحظات وتبتدي المباراه. يمكن في الشوط الاول كاستيلو 6 اهداف من 6 محاولات، سيسا 3 محاولات من 3 اهداف من 3 محاولات. اتمنى التوفيق في نبهم زي الشوط الاول. يمكن الشوط الاول كما تفضل ضيوفي كان نجمه على الاطلاق مستر ديفيد ديفيز بتشكيلاته الدفاعيه والهجوميه. لحظات وتنطلق الفترة الثانية أو الشوط الثاني، الأهلي والزمالك السوبر أفريقيا. نطير لصالة الأمير عبد الله الفيصل ومعلقنا الكابتن إيهاب رجب إلى هناك. وكأنه قدر النادي الأهلي أن يكون سوبر، السوبر الثاني في 3 أيام. السوبر الأول كرة القدم، ولكن هذه المرة هو سوبر أفريقي لكرة اليد. 1,000,000 مبروك جمهور النادي الأهلي العظيم، 1,000,000 مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، 1,000,000 مبروك مجلس الإدارة بالكامل، 1,000,000 مبروك الجهاز الفني واللاعبين. الحقيقه مكسب جميل، والاداء والرجوله الحقيقه احلى 100 مره من المكسب. كل اللعيبه نجوم، كل اللعيبه ابطال. جمهور النادي الاهلي اللي حضر النهارده اكيد بنشكره، بنشكر جمهور النادي الاهلي النهارده اللي اذل فرقته من الدقيقه الاولى الى الاخيره. ارجع لضيوفي كابتن فضالي، الف مبروك. الله يبارك فيك، والحمد لله ما خرجوش بره التوقع اللي احنا كنا عاملينه، وزي ما قلت ان الثبات الانفعالي هو اللي اعاد الفرقه مرة أخرى إلى الالتزام بتاعها، وقدرت إنها تحقق النتيجة اللي إحنا كنا منتظرينها. الحمد لله. ألف مبروك يا كابتن. كابتن إبراهيم، 1,000,000 مبروك يا كابتن. ألف مبروك للنادي الأهلي والجمهور ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني والإداري والطبي.
إنجاز جميل يحسب إن ده خاصة بعد الطفرة اللي طلعته فرقة كرة اليد في النادي الأهلي، وإن شاء الله على طول، ومبارك كمان في بطولة أفريقيا إن شاء الله. كابتن عبد الله ألف مليون مبروك، اللقب الثالث النهاردة لكرة اليد، دوري وكأس وسوبر أفريقيا والتأهل لبطولة العالم، مبروك يا كابتن عبد الله. الحمد لله، طبعا هم ما خيبوش ظننا فيهم، وإحنا كنا متوقعين دوت من أول مباراة، ومبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك للمنظومة بقيادة كابتن خالد العوضي وكابتن ياسر لبيب، وطبعا كلهم نجوم، وحاجة كويسة جدا إن هي تيجي بعد مباراة السوبر بتاع كرة القدم، وإن شاء الله تبقى تكمل ببطولة أفريقيا كمان بإذن الله إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، يعني من ضيوفنا النهاردة اللي كان مطمن بزيادة قبل اللقاء، يمكن كلنا كنا متوترين، ولكن هو في الفاصل قال لنا الماتش وهيخلص كتير، وكان مطمن الحقيقة، ما كنتش عارف هو جايب الثقة دي منين والأريحية دي منين. كابتن ياسر، بص يا كابتن هيثم، ايه اليوم الحلو ده فعلا؟ خلينا نقول ايه الاسبوع الحلو ده بقى، وايه الاسبوع الحلو ده؟ واضح انه شاف المباراه قبل كده. مش يوم يا كابتن، انت شفت المباراه قبل كده ولا حاجه؟ بشوفها ساعات. الف مبروك، الف مبروك لتعب مجلس الاداره، لتعب وشابوه طبعا رئيس جهاز على اعلى مستوى، عندنا بيبو في الكوره مع حفظ الالقاب، وعندنا بيبو كره اليد، اعتقد ان كابتن فوزي، كابتن ابراهيم، كابتن عبد الله عارفين ان ياسر لبيب اسمه بيبو الهاندبول ايام كبيره، عرف يختار نوعيه لعيبه، عرف يختار نوعيه الجهاز، مع طبعا دعم كابتن خالد العوضي. الف مبروك للمجلس وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يتممها ببطوله افريقيا، وهتاخدها برضه ان شاء الله. شفتها الحقيقه؟ شفتها يعني احنا عايزين نسال بس عشان احنا شفتها. وزي ما قلنا لحضراتكم ان الاهلي قدر انه يكون سوبر النهارده، اللقب الثالث في كره اليد السوبر، ويترتب عليه ان احنا نروح ان شاء الله الى بطوله العالم لكره اليد، واللي هتتعمل تاني مره ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. كلمه كده بين قوسين، انا الاهلي. النهارده هتفضل اجيال تفتكرها زي ما افتكرنا لسه لغايه وقتنا هذا مفتكرين 2007. مباراه النهارده مباراه كانت مهمه للاجيال اللي جايه. طبعا بحب اطمنكم على علي زين، يعني هو حتى الان التشخيص المبدئي هي مشكله في السمانه، واكيد طبعا مراسلنا في ارض الملعب محمد توفيق ونورهان طمان اكيد لو قدروا يوصلوا لعلي زين، ولكن اللي هيحدد حجم الاصابه وفتره الغياب اهم من كل شيء، واهم من اللقب، واهم من كل شيء، هي سلامه اللاعبين. الف مليون سلامه على نجم مصر علي زين، الحقيقه النهارده كان ليه دور كبير جدا في المكسب حتى كان قبل الاصابه، واللعيبه الحقيقه ادت باداء رجولي بعد خروجه من الملعب. الف مليون سلامه عليك يا علي. زي ما حضراتكم شايفين، المركز الثاني شبيبه كينشاسا الكونغولي، المركز الثاني نادي الزمالك، والمركز الاول السوبر النادي الاهلي. من حقكم تفرحوا، من حقكم يعني تنبسطوا، الحقيقه الرجاله النهارده الفرقه رجاله، مباراه 60 دقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه رجاله، كل اللي في الملعب رجاله. روح، انا من فترات طويله ما شفتش الروح كده. واضح ان الاعداد النفسي للمباراه كان جيد جدا، الاعداد النفسي للمباراه كان جيد جدا. زي ما حضراتكم شايفين، دي منصه التتويج وكاس السوبر في نصف الملعب، وطبعا اكيد كبار طبعا الحضور سواء الدكتور حسن مصطفى او منصور اريمو او طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل هيكون اكيد في طليعه طبعا مقدمي الكاس لفريق النادي الاهلي. خلينا اقول لحضراتكم ان الفريق هياخد راحه يوم واحد، وهيخش بعد كده منافسات كاس الكؤوس الافريقيه بمشاركه النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي سبورتنج الرياضي في هذه البطوله. طبعا مفيش وقت للراحه، مفيش وقت للفرح، هنفرح النهارده بحد اقصى لغايه الساعه 12 بالليل، وبعد كده الفريق ده هيخش ويعيد تركيزه تاني ويرفع معدلات الروح والتركيز استعدادا لبطوله اغلى هتحجز لك مقعد تاني في السوبر القادم في العام القادم ان شاء الله. بطولتين هما الاغلى. علي زين موجود الحمد لله، الحمد لله اطمنا عليه. علي زين رابط السمانه زي ما قلنا لحضراتكم، واضح ان هو ممكن يكون شد، ممكن يكون مزق، ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب تكون حاجه بسيطه يا علي، اهم من اي لقب سلامتك وسلامه كل اللاعبين. النهارده نجوم الفريق، انا يعني من وجهه نظري قبل ما ارجع لضيوفي، واكيد هنختلف في دي ونتفق، ولكن يعني النهارده طه من احد النجوم او نجم اللقاء. عندنا النهارده رمضان محسن، النهارده نجم من نجوم اللقاء بالهدفين اللي حطهم في الاخر بعدما فك اللوغاريتمات
ثلاث اهداف. انا اسف يا كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم بيصحح لي، كابتن ابراهيم سيد طبعا بيصحح لي في الاستوديو. ثلاث اهداف في وقت قاتل، خلص كمان في الاخر احمد عادل بهدف قاتل في الاخر. كل التوفيق طبعا لهذا الفريق، هذا الفريق تعب، وكنا بنقول دايما في برنامج الابطال واستوديو الابطال اصبروا على الفريق ده، الفريق ده عمره صغير، سن صغير، هيكتسب الخبرات. في الوقت المناسب جاء التعاقد مع ديفيد ديفيس اللي الحقيقه استفاد بكل مجموعه الشباب. النهارده شفنا دفاع ورجوله وتغيير في يعني طبعا حميد قاعد على شمال الشاشه، حميد النهارده موجود بيأزر فرقته بالرغم من عمليه الرباط الصليبي. طبعا كل اللعيبه وفرحه على وجوه اللاعبين اكيد يعني وهاني فوكس كمان، انا اسف وهاني فوكس احد المصابين كمان موجود، انا اسف لانه لابس تيشر اسود انا ما خدتش بالي، فوكس موجود ولاشين كمان موجود، انا اسف ده يعني ولاشين من المصابين الاربعه من دي ميداليات المركز الثالث والميداليه البرونزيه بيقدمها طبعا كابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله والتي حتى الان ناجحه بكل المقاييس. زي ما حضراتكم شايفين الصاله بتتزين لاستقبال الضيوف. النهارده جمهور نادي الاهلي دخل، جمهور نادي الزمالك دخل في سلاسه ويسر، شجع فرقته وخرج. النهارده صاله النادي الاهلي تتسع للجميع، صاله النادي الاهلي النهارده اتسعت لجمهور النادي الاهلي وايضا لجمهور نادي الزمالك اللي شجع فرقته وخرج بكل امان وبكل سلام من صاله النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ده مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم المركز الثالث والصوره التذكاريه شبيبة كينشاسا الكونغولي اللي فاز بالمركز الثالث لاول مره الحقيقه في تاريخه، ودي حاجه اكيد تسعدنا ان القاره السمراء بدات الان تصعد على منصات التتويج في يعني بطولات كره اليد، ودي اكيد حاجه بتنشر اللعبه داخل القاره السمراء. طبعا اسلام حسن نجم فوق العاده، هشام سيسا، كاستيلو، انا مش عايز انسى حد، رمضان، حتى اللي ما شاركش كان النهارده بروحه عاليه جدا على البنش. شفنا النهارده مستر ديفيد ديفيس تحسه انه بقى اهلاوي درجه ثالثه، النهارده بكل كوره بينفعل على الخط، ولكن ده كله ما خلاهوش يفقد تركيزه ويكون مركز في الملعب. النهارده بعد ما طبعا مظاهر الاحتفال والتتويج تخلص هنتكلم فنيا مع ضيوفي، هتشوفوا قد ايه النهارده كانت ملحمه، النهارده كانت ملحمه بمعنى الكلمه. نادي الزمالك جاي جاهز، نادي الزمالك يا جاي يعني مركز في البطوله، فان انت تقدر بفضل الله تعدي بالمباراه ببر الامان اكيد ده كان بعد مجهود فني كبير جدا وتركيز كبير. المركز الثاني طبعا بيسلمها وميداليات المركز الثاني دكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومعاه كمان الكابتن الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه. اكيد طبعا ميداليات المركز الثاني الفضيه نادي الزمالك اللي بنقول له هارد لك الحقيقه النهارده، ده طبعا اكيد يعني يسعدنا ان يبقى في فرقتين من مصر هم على منصه التتويج، اكيد دي حاجه تسعدنا واكيد حاجه يعني تفرحنا، واللي يفرحنا كمان اكتر نادي الاهلي يبقى في المركز الاول ده اكيد يسعدنا. هارد لك نادي الزمالك. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره ب طبعا، والحقيقه النهارده عايزين كمان نشيد بالتحكيم، ما شفناش يعني النهارده اخطاء زي اللي كنا بنشوفها قبل كده في المباريات السابقه من طواقم التحكيم، ولكن النهارده التحكيم الجزائري له باع كبير يعني باع وزراع دايما التحكيم الجزائري في المناسبات الكبرى في كره اليد. طبعا بنقول مبروك النهارده النادي الاهلي، ميداليات المركز الثاني بتتسلم لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك النهارده كان بقياده اسبانيه، يعني الحقيقه كان برضو ادى مباراه فنيه، يمكن استطاع نادي الزمالك في الشوط الثاني انه يقلل الفارق، ولكن الرجوله والدفاع ومخزون الاهداف اللي انت عملته في الشوط الاول وبدايه الثاني سمحت لك، وده دايما كنا بنقول افرق اي فرق الاهداف اللي هتعملها هتسمح لك باستيعاب اي صدمه فنيه تحصل في نص المباراه، وده اللي حصل. انخفض الفارق لفرق هدف واحد، ولكن صعب جدا تعوض 7-8 اهداف وتفوز، كان النادي الاهلي عمل التفوق ده 7 اهداف في الشوط الثاني، فطبعا ده اللي ريح النادي الاهلي وجهازه الفني بعد ما طلب تايم اوت بعد ما انخفض ال 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 الفارق لهدفين، وبعد كده الحمد لله طلع ليه هدف واحد، وبعد كده طلع لاثنين وثلاثه. كاس السوبر يتزين ويستعد وعايز بس الساده المشاهدين ياخدوا بالهم، كاس السوبر عليه رقم 50، وهذا الشعار هو مرور 50 عاما على تاسيس الاتحاد الافريقي لكره اليد 1973، هذا هو تاريخ تاسيس الاتحاد الافريقي لكره اليد. النهارده 50 سنه ياتي استضافه النادي الاهلي في هذا العيد الكبير العرس الكبير للاتحاد الافريقي بعد مرور 50 سنه على تاسيسه، وده السبب اللي رقم 50 النهارده بيتكتب على كاس السوبر، ده اللقب الثالث للنادي الاهلي في تاريخه، اللقب الثالث طبعا قدامنا اهو، اللقب او رقم 50
وطبعا ده ليها معنى. طبعا كابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والحقيقه اللي دايما يعني متواجد في مصر بشكل دوري ودايما في كل المحافل العالميه والافريقيه ومساند كبير. طبعا انا عايز اقول لكم ان كان في الحضور النهارده بالاضافه لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم طبعا نائب الرئيس الكابتن عمرو فاروق، كان هناك طبعا كابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي السابق كان موجود في الصفوف الاولى في المقصوره، كابتن حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى طبعا رمز الرياضه المصريه كان موجود في الملعب، ورئيس الاتحاد الدولي لكره اليد كان موجود في طليعه الحاضرين في المقصوره طبعا، ولفيف من اعضاء مجلس الاداره، شفنا كابتن مرتجي، شفنا دكتور مهند نجدي رئيس بعثه النادي الاهلي، ويمكن هو يمكن اسعد واحد دلوقتي يحضر سوبر وهو رئيس بعثه في ابو ظبي لكره القدم، والنهارده بيحضر السوبر الثاني يوم الاحد لكره اليد. ميداليات المركز الاول، ميداليات المركز الاول تتزين لتعانق لاعبي النادي الاهلي، يعني الميداليات الذهبيه، وقدر النادي الاهلي انه يكون دائما نادي من ذهب. خلاص يعني لحظات وسيتسلم اللاعبين الميداليات الذهبيه، وعلي زين اهو يعني الحمد لله قادر يقف على رجله، وان شاء الله باذن الله علي مش هتطول في الاصابه دي، ايا كان انت موجود وسطنا حتى لو لمستش الكره في ارض الملعب كفايه ان علي زين معانا اول يعني من تسلم الميداليه علي زين. دكتور محمد الامين طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا للمنظمه بيسلم الميداليات، محسن رمضان ومستر منصور اريمو، عندنا الدكتور محمد الامين طبعا رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره اليد طبعا اللي بيسلم الميداليات ايضا. طبعا من حقكم تفرح النهارده يا طه، انت نجم يا طه، انت نجم النهارده، ربنا يحميك راجل يا طه، والله العظيم عوضت غيب حميد، والحقيقه النهارده اكيد اللي وصل له طه ده من دعم حميد من غير ما اعرف، اكيد حميد النهارده قاعد وبيدعي لطه ان ربنا يوفقه. النهارده الروح والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ده مش هيجي الا بروح الفريق كله. النهارده زي ما حضراتكم شايفين فرحه كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم ان جالي العشرات من الرسائل من خلال السوشيال ميديا، الكل بعت لي يعني الصوره وهو قاعد بيتفرج على المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي، اللي طبعا يعني بيتابعوا فريقهم كره اليد. النهارده الفريق بنى الثقه مره اخرى، الفريق ده لما حصلت له هزه كبيره الفتره اللي فاتت مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب دعم هذا الفريق. تعال نتكلم من سنتين ثلاثه ازاي دعم هذا الفريق، وازاي مجلس الاداره اختار الطريق الصعب ببناء فريق شاب صغير يتسيد اللعب 10 سنوات. لم يلجا الى طبعا حميد فوكس زي ما حضراتكم شايفين، مهاب سعيد، كاستيلو، سيسا، كل رمضان محسن، انا مش عايز انسى حد، لعيبه كلهم نجوم، لاشين لعيبه كلهم نجوم موجودين النهارده. انا عايز اقول ان مجلس الاداره اختار الطريق الصعب وإدارة النشاط الرياضي إنه يعمل فريق شاب، فريق صغير، عشان هو اللي يبتدي، وإحنا النهارده بنجني ثمار هذه الرؤية. يمكن كان الفريق وهو صغير نعم بناخد بطولات، السنة اللي فاتت ما توفقناش في البطولات المحلية، ولكن فزنا ببطولة أبطال الكؤوس الأفريقية، رحنا بيها السوبر، خدنا السوبر، رحنا بطولة العالم، خدنا مركز رابع. يعني وأنت بتبني فريق كنت بتاخد بطولات، مش كل البطولات زي دلوقتي، ولكن كنت بتاخد بطولة أو اتنين في السنة. السنة اللي قبليها خدنا كأس مصر لو حضراتكم تفتكروا بعد أيام من خسارة الدوري. يعني الفريق الشاب اللي حضراتكم شايفينه متوسط أعمار صغيرة ده كان نتاج تخطيط ونتاج سياسة حطها مجلس الإدارة أنه ياخد الطريق الصعب، ولكن الطريق الأنجح كان سهل جدا تتعاقد مع لاعبين ذوي أسامي كبيرة بمبالغ كبيرة، ولكن مش ده الحل. غيرنا عمل كده، يمكن هتحصد بطولة اتنين، ولكن على اللونج ران أنت فرقتك بتبني فرقة متكاملة الأركان. النهاردة احنا عندنا حتى لعيبه شباب مطلوبين بره فرنسا ومطلوبين في المانيا، عندنا لعيبه الحقيقه من المستوى النهارده المصري نجم النجوم في الدفاع، انا مش عايز انسى حد، اللعيبه كل اللي شارك، كل اللي شارك. خلينا نروح للحظه التاريخيه، اللحظه التاريخيه يتسلم كاس السوبر كابتن الفريق والماسترو اسلام حسن، بيتسلمه من منصور اريمو والكابتن غزاوي والكابتن الامين. ارفع الكاس يا اسلام، اتبسط يا اسلام، افرح يا اسلام، افرح يا جمهور النادي الاهلي السوبر الافريقي لكرة اليد الثالث في تاريخ النادي الاهلي واللقب، ودي النسخة الثلاثين، النسخة الثلاثين لكأس السوبر الافريقي، لم تلعب في التاريخ خمس مرات، اذا دي النسخة الخمسة وعشرين لعبا، ولكن النسخة الثلاثين على الورق، الصورة التذكارية قبل ما الفريق يرفع الكأس. طبعا كأس غالية جاء بعد استعداد. يمكن انا عايز اقول لكم حاجة قبل ما نفرح الفرحة الكبيرة واحنا بنرفع الكأس،
الفريق ده من 6 شهور تم توقيع عقود استضافة كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي قبل ما الفرقة تأخذ الكأس والدوري. يعني مجلس الإدارة والنشاط الرياضي كانوا على ثقة في هذا الفريق حتى قبل ما يحصد البطولات. الفريق ده لما تعاقد أو النادي لما تعاقد ومضى العقود مع منصور أريموه يعني كان واثق إن الفريق هياخد السوبر. بنشكر مجلس إدارة. أيوة اللحظة الجميلة اللي احنا مستنينا رفع كأس السوبر. مليون مبروك مليون مبروك جمهور النادي الأهلي. اللاعب رقم واحد في النادي الأهلي هو الجمهور الداعم والسند على مدار التاريخ. يمكن جمهور النادي الأهلي هو دايما السند الحقيقي لفرقه المختلفة في كل مكان. العب في الدمام، العب في الكويت بطولة عربية السلة، العب في الدمام كأس العالم لكرة اليد، العب في أي مكان هتلاقي جمهور النادي الأهلي. العب امبارح في أبو ظبي هتلاقي جمهور مالي الملعب. العب في أي مكان، العب وانت مطمن ان جمهورك معاك. هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي تاريخ، هرم رابع في مصر الحقيقه، في كل مكان محبينه وعشاقه في كل مكان النادي الاهلي. النهارده الفرحه الكبيره، النهارده علي زين بينسى اصابته وبيرقص مع فرقته، فرحته الكبيره النهارده علي زين وبيرتدي قميص النادي الاهلي. وانا متاكد ان دي يمكن اكتر بطوله يمكن تسعد علي زين بعد فتره، البطوله اللي بياخدها بقميص النادي الاهلي. افرح يا احمد عادل، افرح افرح يا محسن، افرح يا حميد، حميد افرح يا حميد. النهارده الكاس ده اللعيبه بتديها لك وبتقول لك ان انت تستحق هذا الكاس، انت كان ليك دور كبير يا حميد. افرح وربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله وترجع بكل سلامه. النهارده احنا اكيد الماتش كان النهارده حصري على قناه النادي الاهلي. بنشكر اكيد مجلس اداره النادي الاهلي انه ادانا الفرصه ان احنا نذيع هذه المباراه وان احنا نبقى موجودين مع ابطالنا. بنشكر اكيد كل مسؤولين قناه النادي الاهلي، بنشكر مهندس سيف الوزيري، بنشكر اكيد العميد مرجان، بنشكر الكابتن اسلام الشاطر، بنشكر اكيد استاذ ايهاب الخطيب، بنشكر كل المسؤولين على القناه اللي ادونا الفرصه الحقيقه كجمهور ولسنا كعاملين، يعني كجمهور ولسنا كعاملين في القناه ان احنا نعيش اللحظات دي، ونعيش اللحظات دي حصري على قناه النادي الاهلي. بنشكر كل من ساعد ان احنا الحقيقه نبقى موجودين ده. بنشكر كل طاقم قناه النادي الاهلي اللي موجود في الملعب، بنشكر طاقم قناه النادي الاهلي اللي خارج او ورا الكاميرات. وان شاء الله باذن الله بنبشر حضراتكم ان احنا هنكون في ابطال الكؤوس مع ابطالنا كمان مباراه وهنذيع على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد بنشكر اتحاد كره اليد الدكتور الامين اللي برضو ادانا الفرصه وادانا يعني الحق ان احنا نذيع هذه المباراه. وزي ما وعدناكم احنا هنكون مع ابطالنا، زي ما وعدناكم من اول يوم انطلق استوديو الابطال وانطلق برنامج الابطال، احنا هنكون مع ابطالنا في كل حته، هنعيش معاهم لحظات الاخفاق قبل لحظات النجاح. عشان نوصل للحظه اللي حضراتكم شايفينها دي، لا احنا زعلنا كتير، زعلنا وتألمنا وتعلمنا من ألمنا مع الفريق ده. مهاب سعيد النهارده بيرفع الكأس، لاعب يرفع الكأس، محسن رمضان، ياسر سيف النهارده، كل اللاعبين الحقيقه موجودين وفرحانين. كابتن الاستاذ الضماطي طبعا عضو مجلس اداره يعني موجود في ارض الملعب بيهني اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء، اكيد طبعا سعيدين بده ومبسوطين بده وفرحانين بده. انا عايز اقول لحضراتكم زي ما قلت قبل كده ان الفريق ده كابتن خالد العوضي النهارده يعني فرحته، يعني بيقول له بس بقى سيبك مستر ديفيد يرفع الكاس شويه، بيقول له ابعد بقى وبتاع. طبعا كابتن خالد العوضي طبعا الاخ الكبير لهذا الفريق، وطبعا يعني من الناس الحقيقه اللي بنشكره كابتن خالد العوضي انه كان من احد مرشحين هذا المدير الفني القدير مستر ديفيد اللي كان اختياره بعنايه. ليه بعنايه؟ لان انت ما كانش عندك وقت تجيب مدير فني جديد يكتشف لعيبتك ويكتشف لعيبه الفرقه الاخرى بالاخطاء، ولكن جه مدير فني معالي الوزير طبعا العامري فاروق المساند للفرق العاب الصالات والالعاب الاخرى بلا حدود. النهارده محمد ابراهيم النهارده نجم النجوم والكابتن التاريخي في تاريخ النادي الاهلي النهارده بيشيل كاس السوبر، ومحمد ابراهيم اللي قاد الفريق في بطوله العالم في السعوديه في طبعا غياب مدير فني. وعايز اقول لحضراتكم انه كل اللحظات دي لن تنسى، اللحظات دي هتفضل تفتكرها الاجيال القادمه. النادي الاهلي بطل السوبر، وطبعا بعد فوزه على نادي الزمالك المنافس التقليدي سواء محليا او افريقيا، اللحظات دي لن تنسى ولن تمحى من ذاكرة محبي النادي الأهلي. ودايما دايما هنفضل نقول إيه اليوم الحلو ده. يعني كان أهم وأغلى بطولة لسه إن شاء الله كأس الكؤوس، ولكن السوبر الأفريقي لكرة اليد بيبقى ليه طعم تاني. وعلى فكرة دي المرة التانية على التوالي، لأول مرة بتاريخ النادي الأهلي ياخد كأس السوبر للمرة التانية، ده اللقب الثالث الحقيقة للنادي الأهلي. اعذروني أنا صوتي راح وأنا في الاستوديو، ما بالكم اللي كانوا في أرض الملعب
بس عشان النادي الاهلي اكيد الواحد يكون يعني مش مهم اي شيء، بس النادي الاهلي يفوز في النهايه ويفرح وجمهوره يفرح، يستحق جمهور النادي الاهلي انه يفخر بالنادي الاهلي في كل مكان. ارجع لضيوفي كابتن فضال، يعني انت تعبت من المكسب، تعبت بس سعيد يعني، واحنا في الاستوديو يعني فرحان بجد بالمكسب كابتن. هو الحقيقه احنا كلنا سعداء جدا الحقيقه، ويعني الواحد لو هيهني طبعا الجهاز كله الحقيقه، النتاج اللي حصل قدامنا ده اعتقد هو مش نتاج فرد واحد، ده تظافر مجموعه من الافراد سواء المدير الفني او رئيس الجهاز او اللاعبين او الاطباء او حتى عامل غرفه خلع الملابس، بنوجه لهم كلهم التحيه والشكر، بنقول لهم بنشكركم ان كنتم فعلا اسعدتونا، وطبعا الشكر لمجلس اداره النادي ورئيس مجلس اداره النادي. وبصراحه انا شايف ان اللي دفع الدفعه دي كان الكابتن خالد العواضي، الحقيقه اللي كان ليه تاثير كبير جدا طبعًا في التعديلات اللي حدثت جوه الفرقه طبعًا. والحقيقه انا بهنيه هو بصفه شخصيه، لان كابتن خالد الحقيقه من ابنائنا في اللعبه، وبذل مجهود خلال الفتره اللي فاتت يعني جبار، واعتقد ان ده اول تكريم احس ان هو تكريم خاص لي، لان السوبر غير انك انت تاخد دوري او كاس طبعا داخل الدوله يترتب عليه حاجات، السوبر اللي بينقلك لبطوله كاس العالم للانديه، اعتقد ان ده افضل تكريم لي وللجهاز، والف مبروك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل فرحتنا بكاس السوبر الافريقي لكره اليد الثالث في تاريخ النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. ومقر النادي الاهلي بالجزيره، واكيد كل الشكر للقائمين على قناه النادي الاهلي اللي يعني اتاحوا لنا اذاعه المباراه حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، واللي تابعها الملايين عبر شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد كل الشكر للمهندس سيف الوزيري، اكيد كل الشكر للكابتن اسلام الشاطر يعني المدير التنفيذي، واكيد كل الشكر للاستاذ ايهاب الخطيب رئيس القناه، كل الشكر لطاقم القناه الحقيقه اللي غطى المباراه النهارده بشكل جيد. ارجع لضيوفي، يعني كابتن النهارده اكيد الفوز، واكيد الفوز حاجه جميله، بس خلينا قبل ما نتكلم عن الفوز ونبارك لبعض، خلينا نروح لارض الملعب ومراسلنا الاعزاء ولقاءات ما بعد المباراه وبعد المكسب. محمد توفيق اتفضل. الف مبروك كابتن هيثم، مبارك لحضرتك لجمهور النادي الاهلي في كل مكان، فرحه كبيره، كاس السوبر الافريقي للعام الثاني على التوالي، فرحه كبيره هنا في صاله الامير عبد الله فيصل بالنادي الاهلي، ومعايا نجوم النادي الاهلي بعد المباراه ياسر محمد. الف مبروك يا ياسر، النهارده الفوز مباراه كبيره واعتقد فرحه كبيره، والكاس السوبر للعام الثاني على التوالي. الحمد لله ربنا كرمنا، اللعيبه عملت اللي عليها، اللعيبه كانت نازله عايزه البطوله دي بالذات، بطوله بتاهلنا للسوبر جلوب، كنا عايزين نلعب سوبر جلوب ثاني مره على التوالي. البطوله ليها اجواء خاصه، بطوله الجماهير ليها بيساندنا بطريقه خاصه، الحمد لله قدرنا نحقق البطوله وان شاء الله لسه في بطوله كمان. يعني ياسر احساسكم بقى بالبطوله المره دي في وسط جمهوركم ووجود الجمهور الكبير ده، كان احساسكم عامل ازاي؟ احساس جميل طبعا، كان نفسي الجمهور يملى الصاله اكتر من كده، مقدرين الوضع ومقدرين الجماهير كلها، بنشكر الجماهير سندتنا سواء من الصاله او سندتنا في البيت، بنشكرهم كلهم وان شاء الله نفرحهم الفتره الجايه باجازات اكتر. الف مبروك وموفقين دايما في اللي جاي. مكملين لقاءاتنا كابتن هيثم، ومعانا مصطفى خليل واحد من نجوم المباراه ونجوم النادي الاهلي. مصطفى الف مبروك الفوز، بطوله اعتقد مختلفه وفي وسط جمهوركم النهارده. طبعا اول حاجه ببارك لجمهور النادي الاهلي اللي جه النهارده وكان سبورت لينا بشكل كبير جدا، بطوله مهمه ضد نادي الزمالك، وبحب اشكر الفرقه كلها الجهاز واللعيبه، وطبعا احب اشكر مجلس الاداره على الدعم. الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب البطوله دي عندنا في ارضنا، وان شاء الله نوعد الجمهور ان احنا نكسب البطوله افريقيا ان شاء الله برده على ارضنا، وعايزينهم برده يفضلوا في ظهرنا كده، وان شاء الله نوعدهم ان احنا نكسبها باذن الله. في لحظات كانت عصيبه كتير جدا في المباراه، يمكن في اخر الوقت كان الزمالك قرب منها، لكن الحمد لله قدرتوا تتعاملوا مع المباراه. كلمنا عن الجهاز الفني والتايم اوت المهم جدا اللي اخده النهارده مستر ديبي. طبعا كده كده مباراه ديربي فهي بتبقى صعبه جدا، فاحنا بنستنى التعليمات، واحنا كده كده بنلعب بنظام معين او سيستم معين، فهو ده اللي خلانا نكمل في المباراه بالشكل ده. شكرا وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا، ومعانا واحد من نجوم الفريق ولكن على الخطوط، كان دايما نجم النادي الاهلي ودايما كان ممتعنا، كان النهارده على الخطوط كمان ممتعنا، كابتن محمد ابراهيم المدرب العام للفريق. الف مبروك الفوز، اعتقد بطوله غاليه، واللي خلاها غاليه اكتر انها فوز جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني زي ما انا بقول دايما ما كانش ينفع الناس دي تبقى جايه على ارضنا، ولا قدر الله يحصل حاجه غير المكسب، يعني تخيل كان الزعل هيبقى دبل والدنيا ما كانتش هتبقى لطيفه. فطبعا الحمد لله بشكر ربنا وبشكر الناس اللي وقفت جنبنا، بشكر الجمهور الكبير اللي جه النهارده، و
اقول لهم يعني تعالوا وقفوا جنبنا واللي جاي افضل ان شاء الله. كابتن محمد، يمكن اتكلمنا النهارده قبل المباراه كده قبل المحاضره الفنيه، قلت لي عندنا غيابات كتير جدا، بس احنا مركزين وان شاء الله نلعب على البطوله. الحمد لله، احنا من اول يوم جينا قلنا احنا بالراين ان احنا بنلعب كفريق، احنا ما عندناش، احنا مش فرقه عندنا نجم بيجيب لنا في الماتش 10 اجوان، لا احنا 20 لعيب، ناقصنا خمس ست لعيبه في اثناء السيزون طويل، لا والنهارده ناقصنا 2 لعيبه، لكن الحمد لله النظام في اللعب والانضباط، الطريقه اللي بنستخدمها سواء في الدفاع في الهجوم، واحد بيخرج واحد بيدخل ما بتحسش بفرق، هو ده الحمد لله النجاح الحقيقي، ان انت عندك نظام بتلعب بيه وطريقه ما تفرقش مين اللي موجود، لكن احنا بنلعب از تيم او كفريق. كابتن محمد، النهارده حصلنا على بطوله، لسه عندنا بطوله مهمه جدا، كاس الكؤوس، تقول عنها ايه؟ تقول جمهور النادي الاهلي كبير ده بيه. اقول طبعا احنا النهارده هنفرح، او نفرح اقصى حاجه نقدر نعملها، لكن من بكره الصبح هنقفل صفحه السوبر وهنرجع نركز في بطوله افريقيا، لانها بطوله ما تقلش اهميه عن بطوله السوبر، والحمد لله احنا جاهزين، والفرق اللي في البطوله مذكرنا من الفتره اللي فاتت، ف ستيب او خطوه خطوه ان شاء الله نرجع تاني، لان انت لما بتوصل للبيك كفريق ممكن ادائك يبدا ينزل، لكن ان شاء الله نرجع نعوض ونلعب تاني. شكرا كابتن، وبالتوفيق باذن الله، ان شاء الله مستنيين كاس الكؤوس. شكرا ليكم وشكرا على وجودكم ودايما في ظهرنا كده، شكرا. كابتن هيثم، دي كانت لقاءات مع مجموعه من اللاعبين وكابتن محمد ابراهيم بالطبع المدرب عام الفريق، مستمرين في تغطيتنا ونقل الفرحه الكبيره هنا لصاله الامير عبد الله فيصل. كلمه ليك كابتن هيثم، اتفضل. محمد توفيق، بشكرك شكرا جزيلا، الفرحه موجوده والتركيز في بطوله السوبر الافريقي موجود، ان شاء الله هنفرح النهارده زي ما احنا عايزين، واكيد الفريق من بكره هيدخل تاني لتركيزه عشان بطوله ابطال الكؤوس اللي ما تقلش ابدا عن اهميه مباراه السوبر النهارده باذن الله. كابتن ابراهيم معلش انا جيت لحضرتك، وبعد كده طلعنا لمحمد توفيق، اكيد عند حضرتك كتير تقوله. طبعا فرحه كبيره جدا ان احنا الفرقه تحقق الفوز الثاني على التوالي ببطوله السوبر، وده مش نتاج عمل يوم ولا اثنين، لا ده بقى خد مجهود مجموعه كبيره من الناس على راسهم مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني والاداري، وان شاء الله بالتكاتف وبالتعاون مع بعض نحقق البطوله الثالثه الرابعه للموسم ده اللي هي البطوله الافريقيه ان شاء الله. في حاجه عايز اقولها جدا، كلنا شاهدنا في وقت المباراه الروح الرياضيه الجميله اللي كانت ما بين اللاعبين، واللي ظهرت جديا اول ما علي زين وقع، اول ناس راحوا له كان لعيبه الزمالك عشان تطمن عليه وتطمن ان هو الحمد لله كويس، والحمد لله ان شاء الله تكون اصابته حاجه بسيطه ويشارك في البطوله الافريقيه ويكون سبب من اسباب البطوله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عبد الله. والله كابتن هيثم، هو الفوز كويس طبعا وحاجه حلوه ومشرفه جدا ان انت تبقى على ارضك وفزت جمهورك وتقلد بميدالية وتسعد بيها الجماهير اللي زحفت وراك. طبعا الكلام دوت الواحد مش بيتكلمه من فراغ، لان الواحد حس الحاجات دي في الملعب، ومقدر طبعا شعور اللاعبين حاليا. دي حاجة كويسة ان انت تبقى تكسب بطولة في وسط ناديك وفي وسط مجلس ادارتك وفي وسط الادارة بتاعتك. وطبعا بنبارك لكابتن ياسر لبيب وكابتن خالد العوضي وكابتن هاني حسن لاين، لان هم اكيد برضو كانوا تعبوا في الفتره اللي فاتت ديت وكانوا ورا انجازات كتير سواء كان قبل كده او حاليا. اللي عايز اقوله ان طبعا بطوله ومفروض خلصت، نبدا نركز في البطوله اللي جايه. الزمالك هيبقى رد فعله قوي على بطولة الكاس، لان طبعا صعب ان هو يخسر بطولتين في ظرف اسبوع مثلا او في ظرف 10 ايام، فهيبقى رد فعله قوي، فلازم الفرقة تلم نفسها تاني وتبدأ تعيد استعداداتها ان هي تقدر ترد على الكلام دوت في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ياسر، عايز اقول لك مثلا ايه النادي الحلو ده. طبعا انجاز كبير، لو احنا بصينا كده للتواريخ هنلاقي من 7 شهور انت لعبت كاس السوبر، بعدين رحت على الدوري فترات صغيره على فكره، فترات مش كبيره، كاس السوبر المصري، كاس السوبر المصري تمام، ورجعت على الدوري، بعدين كاس مصر، بعدين كاس السوبر، وداخل بطوله افريقيا اللي هي هتريح يوم بالظبط. علي زين ربنا يكون في عونه، طبعا زي ما بنقول هو لسه بيخش الفرقه، ما
هو لعيب كبير ليه اسمه، اعذره لان هو كان عنده قبل ما يجي لك بالظبط بيومين ماتشين لعبهم، فده مجهود عليه. ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه، وان شاء الله بطولة افريقيا مش هتخرج بره باب النادي الاهلي ان شاء الله. انا شايف ان لا، في تطور كبير في المستوى، في تطور كتير في الاداء بتاع المباراه واضح. مدرب على اعلى مستوى، يستحق فعلا ان يكون مدرب للنادي الاهلي، نادي كبير. انا شايف ان الفتره اللي جايه هتبقى فتره اصعب، وارجو ان شاء الله ان يبقى نلاقي مستوى احسن من كده. وليا ملحوظه بس صغيره، ان بلاش نفرح بدري. مش هنفرح بدري يا كابتن، خلينا نروح لارض الملعب ونورهان طمان ولقاء مع مستر ديفيد ديفيس المدير الفني. اتفضل يا نورهان. برحب بيك مرة أخرى يا كابتن عيسم، برحب بضيوفك الكرام، ومعانا طبعا نجم اليوم مستر ديفيد ديفيز مدير الفني لطبعا فريقنا ونجومنا نجوم كرة اليد. برحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. شي ويلكم يو أهلي تي في. شكرا. ألف مليون مبروك، وكلمنا النهاردة عن يعني اليوم إزاي كان صعب والمباراة عدت عليك إزاي. How it's going? Yeah well, to play against the Malik always is really complicated. دايما ماتشاتنا مع الزمالك تبقى صعبه ومعقده. And well, we started really good the match and كويس الحمد لله. Everything was good, but كل حاجه كانت ماشيه كويس. We know that they always have the power to come back. احنا عارفين ان هم هيرجعوا، وكنا عاملين حسابنا على كده، لان هم طبعا فرقه محترمه وفرقه كبيره. Well, but at the end, but we know that we never gonna win a match of 10 goals. We always have to suffer. وكنا عارفين الماتش اكيد مش هيخلص 10 اجوال، لازم هنعاني، وفي الاول وفي الاخر المهم اهم حاجه المكسب. طيب خلينا عايزين يعني كلمنا عن اصعب لحظات المباراه. Most difficult time in the match. The most difficult time. All the time. I mean كل الماتش طبعا. Yes, اول 60 دقيقه كلها. Yeah, when you are winning 5 goals you think no we have to go to 6 or 7. بتبقى محتاج ان انت توصل ل 6 و7. بعد كده بيحصل نزول فتضطر تعلى تاني. 4 3 1 again. So الماتش الوقت بيعلى ويوطى، وانت في كل لحظات الماتش صعبه. عشان كده قلنا ان الماتش معقد وصعب. كل المدرب بيبقى عايز انه يخلص الماتش او يقفل المباراه، لكن ما عمرها ما بتحصل يعني. طيب علي زين النهارده للاسف يعني طبعا اصيب، يعني طبعا حظ سيء النهارده، ولكن اكيد يعني علي زين نجم كبير. عايز اساله ليه اخر نزول علي زين في بدايه المباراه؟ هي دون بوت علي فروم ذا ستارت اوف ذا جيم. بداتش بعلي زين سؤال. هو علي معانا بقى لي يومين، فطبيعي لسه ما تجنسش مع الفرقه، ومع يعني ده هو ما قالوش، بس احنا متكلمين فيها بالماتش ان هو اوريدي هنبدا بالناس اللي بنلعب بيها طول الوقت. الدنيا مش كويس، مش هنحتاجه، حصل حاجه. I'm talking about what we took up. انا بسال السؤال ده لانه تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه الناس كانت يعني عايزه تشوف علي زين من اول مباراه، بس مش سيزا علي فروم ذا ستارت اوف ذا جيم. Yeah, me too. هو كمان لكن هي بيلعب في بوخارست، في دينامو بوخارست، فالموضوع مش بالسهوله ان هو اول ما يجي يرميه في الملعب. يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيكون موجود في سوبر جلوب في السعوديه. استعداداتكم بقى الفتره اللي جايه هتكون ازاي؟ ذيس سوبر جلوب من النهارده. ده but now we know that we're going to play against big teams of the Champions League and yeah we have to start from today because there's a lot of things النهارده طبعا عشان نلعب فرق بتلعب في Champions League that we change that we agree that we change that we the team is moving forward but الحمد لله احنا اتغيرنا والفريق بيمشي لقدام. بس عشان نوصل في اكتوبر ان احنا نلعب فريق فرقه بتلعب تشامبيونز ليج في اوروبا لازم شغل كتير جدا يحصل الفتره الجايه. كلمه اخيره بقى ورساله لجمهور النادي الاهلي اللي حضر النهارده طبعا واللي موجود طبعا مش بس اللي حضر. شكرا لتواجدكم معانا النهارده، واي وقت تقدروا تيجوا فيه يعني نتمنى ان انتوا تيجوا عشان تشجعونا يعني. بشكر حضرتك جدا وما الف مليون مبروك على البطوله. 1000 congratulations. شكرا جدا.
ده كان لقائنا طبعا مع المدير الفني لطبعا فريق كرة اليد رجالي كابتن هيثم، وده كان يمكن حاولنا على قد ما نقدر نسأله عن أصعب لحظات المباراة، ويمكن حاولنا كمان إن احنا ننقله تساؤلات بعض الناس حول علي زين وحول آخر تطورات إصابته. ودي كان لقائنا هنا مع المدير الفني. شكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. نورهان طبعا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ياسر اجي لحضرتك. يمكن مستر ديفيد ديفيز يعني تفكيره منظم، هو عارف هو عايز ايه، عايز يوصل بالجيم ايه، محترم الخصم بشكل كبير جدا. يعني هو النهارده اتكلم ان هو بيلعب قدام نادي الزمالك، كله كان متوقع ان هيحصل كام باك للجيم، مش هنفضل كاسبين 7-8 طول الماتش او 6-7، هيحصل كام باك وكنا جاهزين لده. وقال كمان انه رد منطقي جدا، علي زين متمرن مع الفرقه تمرينتين، فاكيد هنلعب بالناس الموجوده وهنبتدي ندخله في المباراه في الوقت المناسب بحيث ان احنا نعظم الاستفاده منه. واضح انه ليه فكر مرتب وفكر هو عارف هو بيعمل ايه. طبعا هو مدرب كبير، ارى الفرقه زي ما انا بقول لحضرتك، ثلاث ماتشات عارف ازاي يقراهم. كان بدايه الشوط الاولاني انا قلت ان هو قفل مفاتيح كتيره قوي للنادي الزمالك زي قداح، وفي الشوط الثاني قفل اول حوالي 12 دقيقه او 13 دقيقه برضو ناحيه قداح، بس بطريقه ثانيه بشكل ثاني، ان هو خلاه يروح من ناحيه الباك ليفت. وقداح من الناس اللي بتروح ناحيه الباك ليفت شوطه ما تبقاش 100% كون، لكن قداح جايب الشوط الثاني على ما اظن جونين من نص الملعب بالظبط اللي هم هربوا منه. كابتن خلينا يعني كابتن طبعا محمود الخطيب يعني هنأ الفريق. خليني اقرا لحضراتكم تهنئه كابتن محمود الخطيب. الخطيب يهنئ ابطال اليد بالسوبر الافريقي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره القدم كره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقي، والذي جاء بعد ايام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس. وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير التي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري. وأشاد بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون واللعب بروح الفانيلا الحمراء وإسعاد الجماهير أو جماهير النادي الأهلي التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لا تتخلى يوما عن ناديها في كافة المواقف. وأكد كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات. خليني أتلو على حضراتكم مرة أخرى تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة اليد عقب حصوله أو فوزه بلقب السوبر الأفريقي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقي، والذي جاء بعد ايام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس. وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومه الفريق هذا الموسم، واصرار اللاعبين على استعاده الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري. وأشاد بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون واللعب بروح الفانيلا الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلى يوما عن ناديها في كافة المواقف. وأكد كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات. ألف مليون مبروك الفوز. كابتن ياسر أجل حضرتك، من وجهة نظرك من هو نجم المباراة أو من هم نجوم المباراة؟ خلينا نختار اتنين عشان ما صعبش الدنيا على ضيوف. أنا شهادتي مجروحة لأن أنا يمكن كابتن عارف اللي أنا كنت طب كابتن قبل ما نروح للنجوم معلش خلينا نروح لأرض الملعب. وطبعا نورهان طبعا أو محمد توفيق ولقاء مهم مع نجم الفريق واللي عايزين نطمن عليه بنفسه الكابتن علي زين. اتفضل يا محمد. الف مبروك كابتن هيثم، ببارك لك وبارك لضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. بطوله جديده بتخش رب بطولات النادي الاهلي ورب دايما في بطولات وانتصارات، ومع اغلاها بطوله وكاس السوبر الافريقي للعام الثاني على التوالي. ومعانا واحد من نجوم المباراه، نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي كابتن علي زين.
كابتن علي الف سلام عليك في الاول، الف مبروك البطوله، واعتقد بطوله غاليه جدا. طبعا بالنسبه لي بطوله غاليه جدا جدا جدا. مبسوط جدا ان انا كنت موجود النهارده، و الحمد لله يعني الفريق كله لعب مباراه عالميه زي ما بنقول. مبسوط جدا بصراحه، مش يعني موصوف، يعني مبسوط وصف، يعني بالنسبه لي شعور يعني بقالي كتير قوي ما حسيتوش، ومبسوط جدا بالاحساس ده والله. كابتن علي يعني بسم الله ما شاء الله خدت بطولات شرقا وغربا وفي العالم كله، لكن بطوله مع النادي الاهلي اعتقد مختلفه. اكيد طبعا دي مختلفه بالنسبه لي، حاجه سبيشال بالنسبه لي، حاجه الواحد اكيد نفسه يعملها من زمان. والله فعلا انا مبسوط جدا من كل قلبي وراضي جدا، يعني الحمد لله احنا كسبنا ماتش زي ده وكسبنا بطوله زي دي. ان شاء الله مزيد من البطولات، ودي حاجه بالنسبه لي حاجه خاصه جدا، وحاجه انا عمري ما هنساها. يعني اخيرا مش عارف، طبعا عارف انك كنت عايز تتكلم عشان الاصابه ولسه مش عارف تشخيصها، لكن يعني اتكلمنا عن احساسك وانت نازل الملعب لاول مره واستقبال جمهور النادي الاهلي ليك، وكان امله كبير قوي في علي زين، والحمد لله النهارده كنت قد الجول. الحمد لله طبعا انا مبسوط طبعا، الناس مبسوطه بيا، ومبسوط اكتر ان احنا عرفنا نكسب النهارده، لان مكسب النهارده مهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للفريق، فالحمد لله على كل شيء. يعني شكرا كابتن علي بالتوفيق في اللي جاي. ربنا يخليك كابتن هيثم. ده كان لقائنا مع نجم مصر والنادي الاهلي علي زين، متواصلين مع حضراتكم مزيد من اللقاءات. كلمه ايه كابتن هيثم؟ اتفضل. ان شاء الله هنطمن عليك اكتر يا علي باذن الله بعد الفحوصات والاشعاعات الطبيه، عشان يعني نطمن على سلامتك، واهم شيء الحقيقه هي سلامه كل اللاعبين قبل اي القاب، وده الحقيقه ظهر النهارده جليا. خليني قبل طبعا الختام لازم اعرف من ضيوفي نجوم اللقاء. كابتن ياسر معلش كنت قطعت حضرتك، من وجهه نظرك هخلينا نقول اثنين نجوم اللقاء، مين يا كابتن؟ هيبقى طه حارس المرمى وكاستيلو الوينج رايت. طيب كل اختيارك ليه؟ يعني طه ليه وكاستيلو ليه؟ طه لانه خد الثقه في نفسه ان اول مره يقف في بطوله افريقيا يبقى نمره واحد بعد اصابه طبعا حميده حميد ربنا يشفيه وتحويل المباراه من 360 درجه في كوره اللي هي الاخيره اللي اتصدى ليها اللي هو شقطها لقداح. طيب وكاستيلو؟ كاستيلو عرف يستغل ازاي من الوينج، واشتغل مع محسن واشتغل مع مهاب المكان موجود، واشتغل مع طه حارس المرمى في الفاست بريك، كان من الناس اللي هم عدوا النادي الاهلي بالفرق بكل امان وسلام. كابتن محمد انا مش هختار اثنين، انا هختار اربعه. براحتك يا كابتن اعمل انت عايزه. نمره واحد نمره واحد طبعا طه. كون ان هو يبقى موجود لوحده بعد فتره طويله و غياب الطيار وحميد، خلي بالك يعني الطيار ما ينساهوش. كون ان هو كان يبقى موجود في مباراه زي ديت، يبقى موجود مع احمد وليد ناشي، ويعتبر بعيد عن النادي الاهلي، يعني دي حاجه كويسه ان هو يبقى عنده الثقه ان هو يعمل جيم زي دوت، وخصوصا ان هو تصدى لكرات كتير من حسن قداح، ولدرجه ان وصل لمرحله ان فرقه الزمالك خايفه تشوط على المرمى. طيب الثاني؟ الثاني انا اختار كاستيلو، على اساس ان كل الفرص اللي اتاحت ليه قدر يحرز منها اهداف. تمام. وكان على طول مخلي الاهلي في المقدمه. نمرة ثلاثة محسن رمضان بأهدافه المؤثرة في الدقايق الأخيرة، وكور اللي هو كان مصوب من ناجح من الخط الخلفي. رابع واحد هيبقى أحمد هشام سيسا. أشكرك يا كابتن. تحت أمرك يا كابتن. كابتن فضالي اثنين يا كابتن ولا والله هو أنا شايف إن كله أجمع على طه. وأنا الحقيقة متفق معاهم. أنا قلت لك إن أنا ثقتي كبيرة جدا في عبد الرحمن طه من زمان على فكرة، مش من النهاردة، دايما بشوفه حارس كويس، لكن يمكن الظروف ما ساعدتوش، جاء الطيار فترة فوقيه، وبعدين جاء حميد بعد ركب فوقيه طيار. لكن ستيل هو أول مرة بياخد ريسك كامل، بياخد البوست كامل، فيبقى شابولي برافو عليه، وأنا منتظر لسه منه أكتر. مين التاني يا كابتن؟ انا هقول محسن رمضان، لان مش على فكره مش عشان الكور الاخرانيه، محسن رمضان عمل ماتش دفاعي وهجومي الحقيقه، قدم مستوى انا ما شفتوش منه من فتره طويله جدا جدا جدا. وانا بتكلم دفاعي وهجومي مش هجوم بس، لان كره اليد هي الدفاع اهم دائما من الهجوم. اشكرك يا كابتن. كابتن انا طبعا بتفق مع كل مع ياسر وكابتن عبد الله وكابتن ياسر وكابتن عبد الله وكابتن فوزي،
ان طه هو اعتبر نجم المباراه لانه تحمل المسؤوليه، لانه ما كانش بينزل دايما في كاول من اول الماتشات، وكان حميد بيبتدي الاول. اي نعم كانوا هما الاثنين مساندين بعض وكانوا الاثنين مع بعض، بس المباراه دي كانت مختلفه كتيره بالنسبه لطه، وقدر ان هو يعلى بنفسه وفي الاوقات الحاسمه شال كور حاسمه جدا 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 رجحت كفه الاهلي على البتاع. الثاني الاثنين اللعيب الثاني انا بخص اثنين لعيبه، محسن رمضان لتطور ادائه ومستواه، وابراهيم المصري اللي شال عبء الدفاع وقفل الدايره على لعيبه الزمالك، وكان سبب من اسباب ان فرقه الزمالك ما كانش عارفه توصل للجول. نعم. اشكرك يا كابتن. خليني اقول رايي ممكن؟ اتفضل. انا رايي ثلاثه. رقم واحد مستر ديفيد ديفيدز اللي نوع في الدفاعات، وجهه نظري انا. نوع تشكيلات دفاعيه، عزل في اوقات كثيره جدا عزل قداح، عمل دفاعات على احمد الاحمر واسس لدفاعات ما بين المصري وكان علي زين، ويعني عمل دفاعات بشكل جيد وقسم، وهو كان واضح جدا ومستعد للجيم دفاعين كويس. رقم اثنين طه اللي ادى اداء كبير، ومحسن رمضان لانه فكرنا اللوغاريتمات دفاعات الزمالك في اوقات مهمه طول الماتش بتصويباته البعيده من التسعه من خط التسعه. الحقيقه محسن رمضان كان له دور كبير، ده وجهه نظري يعني، وطبعا حضراتكم يعني وجهه نظركم على راسي من فوق. بس خلينا يعني خلينا قبل طبعا ما نختم مع حضراتكم، طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قدم التهنئه عقب الفوز مباشره، جاء فيها الخطيب يهنئ ابطال اليد بالسوبر الافريقي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي او لعيبه الفريق الاول لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقي، والذي جاء بعد ايام من حصوله او حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس. وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير التي تبذله منظومه الفريق هذا الموسم، واصرار اللاعبين على استعاده الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري، واشاد بالعروض المتميزه التي يقدمها اللاعبون واللاعب بروح الفانيلا الحمراء، واسعاد جماهير الاهلي التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلى يوما عن ناديها في كافة المواقف. وأكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة على كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات. دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب عقب الفوز مباشرة. وفي الختام اكيد بشكر ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو النهارده، واللي سعدت بوجودي معاهم كابتن فوزي فضالي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني النهارده. شكرا، والف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى ان القادم يكون افضل ان شاء الله. كابتن ابراهيم سعيد بشكرك، نورتيني وشرفتيني وسعدت جدا بوجودك النهارده. انا اللي سعدت جدا بوجودي معاكم، والحمد لله ربنا يعني خلى نهايه اليوم نهايه سعيده، وان شاء الله تبقى على طول سعيده. كابتن محمد عبد الله بشكرك، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا كابتن هيثم، ومتشكرين لقناه النادي الاهلي، وان شاء الله نبقى موجودين في الافراح دايما ان شاء الله للنادي الاهلي. كابتن ياسر صلاح نورتيني وشرفتيني، ودايما كده يعني تتوقع علينا بالفوز دايما. كابتن ياسر الله يخليك. مبروك يا كابتن هيثم، مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره ونشاط الرياضي وجميع جمهور النادي الاهلي والشعب المصري كله. اهلا نورتنا يا كابتن، نورتنا. اعزائي المشاهدين، دي كانت جوله ولا اروع من جولات استوديو الابطال. الف مليون مبروك الفوز، وانتظرونا ان شاء الله هنكون مع الفريق في بطولة ابطال الكؤوس، هنأزرهم ونكون معاهم، وان شاء الله نفرح الفرحه دي بعد 10 ايام او اسبوعين على الاكثر في نهائي بطولة ابطال الكؤوس. بشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم، وايه اليوم الحلو ده. شكرا جزيلا.